ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله اخر محاضره معانا في الموديول، وهي الامرجنسي دايلسيس. ان شاء الله تكون محاضره سهله وحلوه عليكم. هي تبان انها صعبه بس هي ممتعه يعني، فان شاء الله تفهموها. يلا نبدا اول حاجه في المحاضره، وهي اصلا هو النورمال كيدني فانكشن ايه. اللي احنا اصلا المحاضره بتاعتنا بتتكلم على انه الكيدني فانكشن لما تبوظ احنا بنستخدم حاجه تستبدل الكيدني فانكشن. طيب هي الكيدني اصلا بتعمل ايه في جسمنا؟ ببساطه الكيدني بتعمل في جسمنا ايه؟ بتعمل خمس حاجات. اول حاجه بتخلصني من الويست برودكت من البودي، يعني اي ويست برودكت، اي ماده اللي بتنتج عن الميتابوليزم الموجود في الخلايا في الجسم، الكيدني هي اللي بتخلصني منها. تاني حاجه بتعمل اسيد بيز بالانس، هي اللي بتحافظ لي على البي اتش بتاعه البودي، هي بتشارك هي واللونج في الحفاظ على البي اتش بتاعه البودي، الاسيدتي والالكالينيتي بتاعه البودي، وهي مينلي الدور بتاعها او اللي هو الميتابوليك رول في الاسيد بيز بالانس اهم. ثالث حاجه الكترولايت بالانس، طبعا الكيدني هي اللي بتخلصني من الالكترولايت الزياده اللي في الجسم وبتحافظ لي على الالكترولايت المهمه في الجسم. رابع حاجه بودي فلويد بالانس، لانها بتخلصني من الفلويد الاوفرلودد اللي على الجسم عن طريق ان هي بتخرج اليورين. خامس حاجه الكيدني بتاكت از جلاند، بتطلع هرمونز، الهرمونز دي ليها دور في الجسم، بتطلع ثلاثة هرمونز ميل. اول حاجه هرمون اللي هو الرينين، الرينين انجيوتنسين سيستم، اللي بيطلع من الجاكسترا جروميلولار ابريتس في الكيدني، اللي بيرجليت البلاد بريشر. تاني حاجه انها بتطلع الاكتيف فورم بتاع الفيتامين دي. لو احنا فاكرين من محاضره الفيتامين دي، كان الفيتامين دي لما بيدخل الجسم بيدخل في صوره ان اكتيف، ويبدا يتنشط عن طريق مرحله في الليفر، واخر مرحله بتاعتها كانت بتبقى في الكيدني عن طريق الواحد 25 هيدروكسيليز. تالت حاجه ان هي بتكنترول البرودكشن اوف ريد بلاد سيلز، عن طريق ان الكيدني بتطلع هرمون مهم قوي اسمه اريثروبويتين هرمون، والهرمون ده مهم جدا في تصنيع الريد بلاد سيلز، في ستيج معينه من تصنيع الريد بلاد سيلز. لو الهرمون ده مش موجود الجسم بيعاني من الانيميا. علشان كده الناس اللي بيبقى عندهم ابنورمال كيدني فانكشن، سواء كانت اكيوت كيدني انجري او كرونيك كيدني انجري، هلاقي الناس دي زايد عندهم الويست برودكت مينلي اليوريا والكريات، وده يعمل لهم يوريميك سيمتومز. الاقي الناس دي عندهم الاسيديتي او الالكالينيتي زايده، يعني اما يكون عندهم اسيدوزس اما يكون عندهم الكالوزس. هلاقي الناس دي عندها الالكترولايت امبالانس، يعني الاقي عندها مثلا البوتاسيوم عالي قوي فيأثر على الهارت، الاقي عندهم الصوديوم قليل وهكذا. الناس دي هلاقي عندهم يا اما يكون الفلويد اوفرلودد في جسمهم، يا اما الفلويد قليل في جسمهم اكوردنج للستيج ونوع الابنورمال كيدني فانكشن اللي موجوده. خامس حاجه الناس دول طبعا هلاقي الضغط بتاعهم يا عالي يا واطي. الناس دول هلاقي عندهم نقص الفيتامين دي، فلاقي عندهم باثولوجيكال فراكشر في البونز. الناس دي هلاقي الاريثروبويتين هرمون بتاعهم قليل، فدايما اي عيان كيدني سبيشالي الكرونيك كيدني ديزيز بلاقي عندهم انيميا. علشان كده الناس اللي بيغسلوا تلاقيهم بياخدوا حقن اسمها اريثروبويتين، الحقن دي بتتاخد مع جلسات الغسيل عشان تعوض الاريثروبويتين هرمون اللي مش بيطلع من الكيدني. طيب احنا في محاضرتنا النهارده هنتكلم عن حاجه اسمها رينال ريبليسمنت ثيرابي، يعني ايه العلاج اللي انا بستخدمه عشان اريبليس او ان انا اعوض الكيدني فانكشن اللي باظت دي. ده حاجه يوزد تو سبورت اور ريبليس كيدني فانكشن، يا اما اسبورت الكيدني فانكشن الموجوده القليله او اريبليسها خالص واشتغل انا مكانها. بستخدم الرينال ريبليسمنت ثيرابي في حاجات كتير، في اكيوت وفي كرونيك كونديشنز. ايه هي الاكيوت اللي هنستخدمها؟ احنا هنقول هنا العناوين بس بعد كده يجي سؤال هيفسر الحاجات دي كلها. هستخدمها في الاكيوت لما يحصل اكيوت رينال انجري باسبابها كلها. استخدمها لو حصل بويزن، مثلا الجسم دخل نوع من انواع البويزنز، انا ما عرفتش اديله انتي توكسين او ان انا اخرجه بالطرق العاديه بتاعتنا فببدا اعمل له غسيل كلى. او ريفراكتوري فلويد اوفرلود، يعني البيشنت ده داخل مثلا في اي ديزيز عامل له فلويد اوفرلود، وانا اديته دايوريتكس وعملت له كل الميديكال تريتمنت الممكنه عشان اقلل الفلويد في جسمه ومش عارفه اقلله، فببدا ادخله في رينال ريبليسمنت ثيرابي. او في حالات كرونيك اللي هي كرونيك كيدني ديزيز، لو البيشنت ده عنده كرونيك كيدني ديزيز مضيعه الرينال فانكشن او مقللاها ومش عارفه تقوم بوظيفها صح، فانا البيشنت ببدا اعمل له جلسات غسيل كلى او اعمل له رينال ريبليسمنت ثيرابي بانواعها وهنقولها عشان يعوض الفانكشن بتاعه الكيدني. طيب هم مين اصلا الثري مينلي موداليتيز بتاعه الرينال ريبليسمنت ثيرابي؟ يعني لما اقول كلمه رينال ريبليسمنت ثيرابي فانا قصدي بيها ثلاث حاجات مش غسيل كلى بس. احنا بيجي في دماغنا الرينال ريبليسمنت ثيرابي ان انا بدخل العيان يغسل بس، ولكن هو في الحقيقه يا بيغسل يا بيزرع كلى، وغسيل الكلى نفسه نوعين، يبقى يا دياليسيز يا هيموفلتريشن يا كيدني ترانسبلانتيشن. نفهم اول حاجه دياليسيز. يعني ايه دياليسيز؟ يعني انا باخد الدم بتاع البيشنت اغسله، وده له طريقتين، يا اما بغسله عن طريق البريتونيال دياليسيز وهنشرحها دلوقتي، يعني بستخدم البريتونيوم بتاع البيشنت يكون هو المصفى بتاعتي اللي هصفي بيها الدم،
واغسله عن طريقها، يا اما هيموداياليسيس ده انا بستخدم مكنه بره اخد دم البيشنت بره جسمه واغسله بره وارجعه تاني. تاني حاجه الهيموفلتريشن، ترشيح الدم، انا مش بغسل الدم ولكن انا برشح منه الحاجات اللي انا مش عايزاها. وتالت نوع من الرينال ريبليسمنت ثيرابي هو الكيدني ترانسبلانتيشن، ان انا ازرع كليه جديده، ده نوع من انواع الرينال ريبليسمنت ثيرابي، وكمان ده بيعتبر ان هو اكتر كومبرنسيف ميثود في الرينال ريبليسمنت ثيرابي في الناس اللي عندهم اند ستيج رينال ديزيز. يعني الناس الاند ستيج رينال ديزيز خلاص الكيدني مفيش منها رجعه بايظه خالص، فالحل الوحيد بتاعها اللي عايش البيشنت ده سنين طويله هو الكيدني ترانسبلانتيشن، ان انا ازرع له كليه جديده. طيب لو احنا اتكلمنا عن غسيل الكلى بنتكلم عن حاجة مهمة قوي هنقولها كل شوية، فلازم نفهمها قبل ما نقولها وندخلها في الكلام. كلمة اسمها دياليزر أو الدياليسيت، الدياليسيت اللي بدخله في الدياليزر. كلمة دياليزر يعني المكنة غسيل الكلى نفسها، الوحدة بتاعة غسيل الكلى اللي جوه المكنة اسمها دياليزر، اللي بتعمل دياليسز للدم. طيب في كلمة اسمها دياليسيت، يعني دياليسيت؟ دياليسيت ده الفلويد اللي أنا بدخله جوه المكنة واستخدمه بانه يحصل تبادل ما بينه وما بين الدم في الحاجات اللي انا مش عايزها، فابدا ادخل للدم حاجات كويسه انا محتاجه الدم يدخل لها، واخد من الدم الحاجات اللي انا عايزه الجسم يخرجها والكليه مش عارفه تخرجها. فالدياليسيت ده بيتكون من هايلي بيوريفايد ووتر، ميه نقيه منقاه جدا علشان ما تبقاش ملوثه، فانا اكيد مش هدخل حاجة تغسل الدم بمية ملوثة، لا طبعا لازم تكون highly purified. وكمان يضاف عليها حاجات مهمة زي الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم كالسيوم بايكارب كلورايد ديكستروز اللي هو سكر. ليه بدخل الحاجات دي؟ هل كل الحاجات دي انا عايز ادخلها الدم؟ لا، ده انا يا اما هدخل حاجات منها للدم يا اما بستخدمهم بتركيزات قليلة عشان اسحب الحاجات دي من الدم. انا عايز اتخلص في الجسم من البوتاسيوم، فبالتالي هحط في الدياليزيت ده بوتاسيوم بتركيز قليل عشان يخرج البوتاسيوم اللي بتركيز عالي من الجسم او من البلاد ليها، وهكذا. هنشرح ده بالتفصيل دلوقتي. طيب الدياليزيت ده it takes low molecular weight waste product present in your urine blood، يعني الحاجات اللي انا عايز اخرجها من الدم انا مش هحطها في الدياليزيت او هحطها بتركيز قليل بحيث ان هي تخرج من الدم للدياليزيت ده. وبعدين في النص ما بين الدم وما بين الدياليزيت انا بحط ممبرين، الممبرين ده اللي هو مصفى، والمصفى دي يا ترى هتكون امبيرميبل ولا بيرميبل ولا سيمي بيرميبل. لو امبيرميبل يبقى انا ما عملتش حاجه، يبقى هي مش هتعدي اي حاجه، فانا كده بعدي الدم وبعدي الدياليزيت ومش بعرف اغسل حاجه. لو كانت بيرميبل ده هتخرج لي كل مكونات الدم، يعني ممكن يخرج الار بي سيز، ممكن يخرج الواي بي سيز، ممكن يخرج البليتلت، ممكن يخرج الالبومين، ودي حاجات انا مش عايز افرط فيها، دي حاجات مش من ضمن الاليمنتس اللي انا عايز اصلا اعمل ما بينها تبادل. فانا بستخدم سيمي بيرميبل. يعني ايه سيمي بيرميبل؟ يعني الفتحات بتاعته بتعدي الحاجات اللي انا عايز اعديها وما تعديش الحاجات الكبيره اللي انا مش عايز اعديها. فالسيمي بيرميبل ممبرين ده بيسيبريت، بيفصل ما بين اليوريميك بلاد الدم اللي انا عايز اغسله والدياليسيت الميه اللي انا بمشيها عشان اغسل بيها الدم. والفلكس ريت بتاع الويست سوليوت ده يعني الويست برودكتس هتخرج اسرع من الدم للدياليسيت، فبالتالي هلاقي ان الريت بتاعها اكسيد الباك فلوكس، يعني رجوع الويست برودكت من الدياليسيت للبلاد، بمعنى انه الحاجات اللي انا عايزه اتخلص منها بحافظ على تركيزاتها في الدياليسيت بحيث انه معدل خروجها من الدم للدياليسيت تكون اعلى من معدل رجوعها من الدياليسيت للدم. تمام. طيب انا السلايد دي عايزين نطلع بيها بايه؟ ان احنا نفهم كلمه يعني ايه دايليسيت. دايليسيت ده يعني فلويد، يعني ميه منقاه انا حاطط عليها اليمنتس معينه بستخدمها علشان العب بالتركيزات فتخلص من الحاجات اللي انا مش عايزها من الدم وادخل للدم الحاجات اللي انا عايزه توصل لها. طيب يا ترى التبادل ما بين الدايليسيت والبلود بيحصل بكام ميكانيزم؟ هو في الحقيقة بيحصل بتو ميكانيزمز، وفيهم ميكانيزم أنا ممكن أستغنى خالص عن الدياليز. تعالوا نفهم اسمها الفيزيكال برينسبلز بتاعت الرينال ريبليسمنت ثيرابي. إيه هي القوانين الفيزيائية اللي بعتمد عليها علشان أعمل غسيل أو ترشيح للدم؟ بعتمد على حاجتين، حاجة اسمها ديفيوزف كليرنس وحاجة اسمها كونفكشن كليرنس. يعني ايه ديفيوزيف كليرنس؟ ديفيوزيف يعني ديفيوجن. يعني ايه ديفيوجن؟ يعني انتشار. يعني انتشار، انتشار ده مبدا فيزيائي بيقول انه لو انا بيحصل تبادل ما بين تو فلويدز فالحاجه اللي تركيزها اعلى في الفلويد ده هتروح للفلويد التاني والحاجه اللي تركيزها اقل مش هتتنقل. يعني الحاجه، يعني انا لو عندي الدم مثلا في اليوريا عاليه
مثلا هنفترض ان اليوريا في الدم 200 وفي الدياليسيت انا مدخل اليوريا 10، فيا ترى اليوريا هنا هتتنقل ازاي؟ هتتنقل من البلد اللي هو فيه التركيز 200 للدياليسيت اللي هي التركيز فيها 10، لحد ما يحصل ايكوليبريم ما بين الاثنين ويبقى التركيز هنا قد التركيز هنا. وهي دي لعبه الديفيوزيف كليرنس، انا بلعب بالتركيزات في الناحيتين، فاللي انا عايز اخرجه بدخله في الدياليسيت بتركيز قليل، واللي انا عايز ادخله للدم ادخله في الدياليسيت بتركيز اعلى من الدم. فبالتالي dialysis uses diffusion to remove solutes from blood across semi-permeable membrane بسبب الراندوم موليكولر موشن، انه الجزيئات بتتحرك حركات عشوائيه، هو ده اللي بيعمل حاجه اسمها diffusion، وهو ده اللي بينقل لي الموليكيولز من الناحيتين عن طريق السيمي بيرميبل ممبرين او المصفى اللي انا حاططها في نصه. طيب يا ترى الانتقال ده بيعتمد على ايه؟ هيعتمد على الكونسنتريشن جريدينت. الكونسنتريشن جريدينت مين تركيزه اعلى فين؟ فالتركيز الاعلى هيتنقل او الموليكيولز هتنقل من المنطقه اللي تركيزها اعلى للمنطقه اللي تركيزها قليل، وكمان اكوردنج للسايز بتاع الموليكيولز. يعني ايه؟ يعني انا اصلا المصفى اللي انا حاططها في النص دي انا متحكم في مقاسات فتحتها. فمثلا لو انا عندي الواي بي سيز او الار بي سيز او البليتلت، هي كده كده تركيزها اعلى في البلد لان انا مش بحطها اصلا في الدياليسيت. هل ده معناه ان هي تتنقل من البلد للدياليسيت؟ هتيجي تتنقل هتلاقي الفتحات كبيره عليها هترجع تاني، عشان كده الممبرين ده سيمي بيرميبل. فبالتالي انتقال المواد عبر السيمي بيرميبل ممبرين بيعتمد على تركيز الماده نفسها وعلى حجم الماده، ويعتمد كمان على حجم البورز، وهنقولها دلوقتي في سلايد لوحدها. فبالتالي بنأكد على معلومه انه السمول مولكيولر موليكيولز او سمول مولكيولر ويت موليكيولز دي بتتنقل طبعا بطريقه اسرع، يعني كل ما صغر الحجم كل ما انتقالها كان اسرع واسهل، وانه الحاجات الكبيره زي الار بي سيز والواي بي سيز والبليتلت والهاي مولكيولر ويت بروتين اللي اهمها الالبومين مش بيتنقل، دونت كروس ذا ممبرين. وانه في الطريقه بتاعه الديفيوزيف كليرنس انا هنا اتكلمت عن الضغط، انا ما اتكلمتش عن الضغط، ما اتكلمتش عن البريشر، ولكن اتكلمت عن الكونسنتريشن جريدينت. وبالتالي لو انا هستخدم الطريقه دي في طرق الريلا ريبليسمنت ثيرابي، فانا ما بتكلمش عن ضغط الدم ولا ضغط الدياليسيت، يعني ضغطهم الاثنين قد بعض، عامل الضغط او عامل البريشر انا ما استخدمتوش في الفيزيكال برينسيبل ده، ولكن هستخدمه في الفيزيكال برينسيبل الجاي وهتفهموها دلوقتي. تاني حاجه بنتكلم السلايد دي بتقول لك ان الديفيوجن ريت بتاعه السوليوت بتعتمد على ايه، اللي هي النقطه بتاعه الديفيوزيف كليرنس قلنا انها تعتمد على الكونسنتريشن جريدينت وعلى السايز بتاع الموليكيولز. لو هنتكلم مور سبيسيفيك اكتر، فهي الحقيقه بتعتمد على ثلاث حاجات. بتعتمد اول حاجه اسمها ماجنيتيود اوف كونسنتريشن جريدينت، يعني كونسنتريشن جريدينت على الناحيتين قد ايه، الحاجه اللي تركيزها اعلى هي اللي هتتنقل للحاجه اللي تركيزها قليل. تاني حاجه في فاكتور اسمه ماس ترانسفير كوفيشنت، الفاكتور ده بيبقى ثابت لكل نوع ممبرين. يعني مثلا انا استخدم ممبرين اكس، هقول مثلا الماس ترانسفير كوفيشنت بتاعه وليكن 50، ده الممبرين واي ده الماس ترانسفير كوفيشنت بتاعه 70، له طريقه معينه لحسابها، ولكن القيمه بتاعته ثابته لكل نوع ممبرين، فهي بتتغير من كل نوع لكل نوع ممبرين. فانا المكنه دي مستخدم فيها الممبرين ده، فبالتالي الفاكتور او الكوفيشنت فاكتور بتاعه ثابت. طيب الفاكتور ده اصلا ايه اللي هيعتمد لي عليه؟ ايه اللي هيخليها تتغير من نوع ممبرين لنوع ممبرين تاني؟ اول حاجه الممبرين ثيكنس، يا ترى انا استخدمت الثيك بتاع الممبرين قد ايه؟ السايز بتاعت البورز بتاعته قد ايه؟ الفتحات بتاعته قد ايه؟ كبيره ولا صغيره؟ تاني حاجه السوليوت سايز، يا ترى السوليوت اللي انا هستخدمه عشان انقله ما بين الناحيتين قد ايه؟ انا مثلا عايز انقل البوتاسيوم، البوتاسيوم ده السايز بتاعه قد ايه؟ ده هيغير لي في الترانسفير كوفيشنت، هيغيره لي. يعني بمعنى خلونا اشرح لكم الحته دي، لو انا مثلا هستخدم وليكن ممبرين اكس، فقلت انه الكوفيشنت فاكتور بتاعه 50، ماشي، انا حطاه، يا ترى لو انا عديت عليه صوديوم وبوتاسيوم وحاجات كتير هيختلف الفاكتور بتاعه اكوردنج للحاجات اللي موجوده على الناحيتين؟ لا، هو يختلف حسب انا مصنع الممبرين ده عشان انقل بيه ايه. فمثلا انا مصنع الممبرين ده عشان انقل بيه البوتاسيوم، فحسبت القطر بتاع البوتاسيوم او السايز بتاع البوتاسيوم، ومنها اعتمدت عليه في الكوفيشنت فاكتور ده. فاهمين الحته دي؟ رب ما تكونوش متلخبطين فيها. يبقى الماس ترانسفير كوفيشنت ده بيعتمد على الممبرين ثيكنس اللي هو السايز بتاعه البورز، وعلى السوليوت سايز اللي انا اصلا مصنع الممبرين ده عشان انقله بيه. وحاجه اسمها فلو كونديشنز. يعني ايه فلو كونديشنز؟ يعني يا ترى انا مصنع الممبرين ده بحيث ان الحاجات تتنقل عن طريقه، يكون التمبريتشر بتاعتها قد ايه، يكون سرعه مرور الماده او الدياليسيت والبلاط حواليها قد ايه، دي برده هتخليني اتحكم في انتقال المواد عبر الممبرين.
تمام. تالت حاجه بتتحكم في الديفيوجن ريت بتاع السوليوت ده اللي هي الممبرين سيرفيس اريا. انا بستخدم الممبرين ده يعني السيرفيس اريا بتاعته قد ايه. انا كده كده بعدي بلود وبعدي الدياليسيل، بس انا ممكن اكون مستخدم السيرفيس اريا بتاعه الممبرين ده صغيره، فبالتالي الحاجات هتتنقل بريت صغير، او مستخدم سيرفيس اريا كبيره فالحاجات هتتنقل بريت اسرع. تمام. يبقى الديفيوجن ريت بيعتمد على الكونسنتريشن جريدينت وعلى حاجه اسمها ماس ترانسفير كوفيشنت اللي هي ثابته لكل نوع ممبرين، اللي بيتحكم فيها ثلاثه فاكتور: يا ترى حجم البورصه قد ايه، وحجم السوليوت اللي انا عايزه اعديه من الممبرين ده قد ايه، والفلو كونديشنز على الناحيتين ايه، وتالت حاجه اللي هي الممبرين سيرفيس اريا. انا مستخدم الممبرين ده السيرفيس اريا بتاعته قد ايه، مستخدم مساحه منه قد ايه. كده خلصنا اول نوع وهو الديفيوزف كليرنس. ثاني حاجه اسمها كونفكشن كليرنس، والكونفكشن كليرنس ده هو شبه الميكانيزم اللي بيحصل في الكيدني بتاعك. تعالوا نفهم يعني كلمه كونفكشن، يعني تيارات حمل، يعني ايه يعني ترشيح، يعني ايه يعني انا لو جبت فلويد وزودت الضغط عليه وحطيت تحته مصه، فكل ما زود الضغط كل ما الفلويد او الماده اللي انا حطها هتتخلص من الحاجات الصغيره اللي تعرف تعدي من المصه دي. انا بضغط على الفلويد اللي جوه الجسم او على البلاد بحيث ان الحاجات الصغيره والميه تعدي من البورز والحاجات الكبيره مش هتعرف تعدي. فانا في تو بريشرز بيعتمدوا على او الكونفكشن كليرنس بيعتمد عليه، حاجه اسمها هيدروستاتيك بريشر وحاجه اسمها اوزموتيك بريشر. الهيدروستاتيك بريشر يعني ايه؟ يعني يا ترى ضغط الدم مقارنه بضغط الدياليسيت قد ايه. فانا مثلا لو زودت ضغط الدم او قللت ضغط الدياليسيت بحيث يكون الفرق موجب لصالح الدم، فيبدا الدم يرشح ينزل الدياليسيت، او لو انا مش مستخدم دياليسيت اصلا ومزود البريشر على الدم فيبدا الدم يرشح الحاجات اللي فيه. ودي ميكانيزم اسمه سولفنت دراج. كلمه سولفنت يعني المذيب، الميه يعني، دراج يعني انها تنزل، ان انا بدفعها انها تنزل. فالسوليوتس سويبت ثرو ممبرين عن طريق حاجه اسمها سولفنت دراج، يعني انا بزود الضغط على الدم بحيث ان الميه تنزل وتاخد معاها السوليوتس اللي انا عايزها تتخلص منها. وزود يوزنج دايليسيت، انا ممكن ما استخدمش اصلا دايليسيت. اللي بيعتمد على ده ان الريسبونس تو حاجه اسمها ترانس ممبرين بريشر جريدينت. وهنا استخدمت البريشر، انا قلت في الديفيوجن مش بستخدم البريشر كفاكتور، ولكن هنا البريشر هو اللي بيتحكم لي في انتقال المواد عبر السيمي بيرميبل ممبرين. يبقى انتقال المواد عبر السيمي بيرميبل ممبرين كانت في الديفيوجن بتعتمد على الثلاث حاجات اللي قلناها، انما هنا هتعتمد على الترانس ممبرين بريشر جريدينت. بريشر جريدينت على الناحيتين قد ايه. وده الهيدروستاتيك بريشر بيشبه في الكيدني بتاعتنا البراد بريشر، يعني والدم معدي في الجلوميرولاي معدي ببريشر قد ايه. البلاد بريشر كل ما يعلى كل ما يزود الترشيح انها تدخل للجلوميرولاي. تمام. طيب تاني بريشر هو الاوزموتيك بريشر. الاوزموتيك بريشر ده اللي هو تركيز السوليوتس او المولكيولز على الناحيتين قد ايه. احنا عارفين ان الميه بتنتقل من المكان اللي تركيز السوليوت فيه قليل او تركيز الميه فيه عالي للمكان اللي تركيز السوليوت فيه عالي او تركيز الميه فيه قليل. يعني الميه مثلا تنتقل من الهايبوتونيك سوليوشن للهايبرتونيك سوليوشن. تمام. فانا الاوزموتيك بريشر هنا هيتحكم لي في انتقال الميه، عكس الكونسنتريشن جريدينت هناك كان بيتحكم لي في انتقال المولكيولز. فاهمين الفكره؟ فالاوزموتيك بريشر هنا هو الووتر موفز اكروس سيمي بيرميبل ممبرين اكوردنج للاوزموتيك بريشر. كل ما زاد الاوزموتيك بريشر يعني مثلا المكان اللي يكون فيه الاوزموتيك بريشر قليل تنتقل الميه للاوزموتيك بريشر العالي بالنسبه للمولكيولز. وده شبه بالظبط الكولويد اوزموتيك بريشر اللي موجود في الجلوميرولاي، اللي هو بيتحكم لي في انتقال الميه او بيتحكم لي بالظبط في الريابزوربشن بتاعه الميه تاني من الرينال تيوبولز للدم. تمام. دي صوره نتخيل فيها احنا بنعمل ايه في الكونفكشن ده. اللي على الناحيه الشمال ده الدم وهو داخل، واللي على الناحيه اليمين ده الدايليسيت. انا عندي حاجه من الاثنين، يبقى زود الضغط على الدم يا بقلل الضغط على الدايليسيت، بحيث انه الناتج في النهايه انه الضغط يكون موجب لصالح الدم، يعني ضغط الدم يكون اعلى. فبالتالي ابدا ان انا يعني اضغط على الدم بحيث انه يطلع الووتر بتاعته ودايف فيها السوليوتس اللي عايزه تخلص منها بالتكات دايليسيت. انا ممكن استخدم دايليسيت وممكن ما استخدمش اصلا دايليسيت ويكون الكومبوننت اللي على اليمين ده فاضي وانا بطلع منه فلتريت. ماشي. فالبريشر اوف بلاد اند دايليسيت هنا نوت ايكوال، وريموفال اوف اكسس ووتر اوكير ان كونفكشن نوت ان ديفيوجن. يعني انا وانا هستخدم موداليتي فيها ديفيوجن بس فانا مش عارف اتخلص من الميه، لكن لازم استخدم ولو جزء بسيط من الكونفكشن عشان اقدر اتخلص من الميه الزياده في الجسم. طيب هو الفلتريشن ريت ده
عشان اظبطه، يعني ان انا اخلي فرق الضغط ما بين الدم وما بين الدايليزيت، يا ترى هظبطه ازاي؟ يعني مثلا اخلي الفرق ما بينهم 100 ولا اخلي الفرق ما بينهم 50؟ يعني يا ترى ايه اللي يتحكمني في ان انا اتخلص من الميه من الجسم بأني ريت بالظبط؟ في الحقيقه انه لازم يكون بالانس ما بين 4 حاجات. اول حاجه ان انا اتشيب ايوفوليميا، يعني لازم ان انا ما اخليش الجسم هايبوفوليميك او هايبرفوليميك، لازم احسب بالظبط الجسم المفروض يبقى فيه فلويد قد ايه ووتر كونتنت قد ايه، وعلى اساسها احسب الميه اللي عايز اتخلص منها قد ايه، فما اخلصش الجسم من ميه زياده ولا من ميه قليله. تاني حاجه السوليوشن كليرنس، انا برضو محتاج ان انا اتحكم ان انا الميه اللي هتخلص منها تخليني عارف اتخلص من الحاجات من السوليوتس اللي انا عايز اتخلص منها. يعني انا مدخل البيشنت ده عشان اخلص من ميه وبوتاسيوم، فمش هتخلص من الميه واسيب البوتاسيوم لسه عليه زي ما هو، لا انا هظبط الفلتريشن ريت بحيث انه يخلصني كمان من البوتاسيوم. ثالث حاجه البلاد بريشر كنترول، لو البيشنت ده ضغطه عالي قوي فانا ممكن اسحب له ميه كتير، اخلي الفلتريشن بتاعه عالي فبالتالي ميه كتير تخرج فتخلص من ميه كتير. ولكن افرض ان البيشنت ده هايبوتنشن، هل ده حاجه مناسبه ان انا اتخلص من الميه بريت عالي قوي او بكميه كبيره قوي؟ لا، لان البيشنت هيدخل في مور هايبوتنسيف ويدخل لي في امرجنسي وممكن يموت، فبالتالي محتاجه اظبط الفلتريشن ريت بحيث انه ما يقلليش الضغط اكتر ما هو قليل. اخر حاجه مينيمال هيمودايناميكالي انستابيليتي ولوست انتر دايليتيك سيمتوم، يعني محتاجه اخلي الفلتريشن ريت ده الريت بتاعه يخليني يديني اقل درجه من الهيمودايناميكالي انستابيليتي. يعني البيشنت ده لو هيمودايناميك انستابل عنده هارت فيلير مثلا، فلا محتاج اظبط الفلتريشن ريت للدرجه اللي عندها يكون في اقل درجه من الانستابيليتي واقل درجه من الانتر دايليتيك سيمتوم، يعني السيمتومز اللي هتجيله ما بين الغسله والتانيه تكون قليله اقل حاجه. فلازم اعمل بالانس ما بين الاربعه فاكتور دول عشان اظبط الفلتريشن او الالترا فلتريشن ريت بالظبط بحيث انه يديني احسن اوتكم للبيشنت ده. طيب هنفضل ننقل موليكيولز بالطريقتين لحد امتى؟ لحد ما الكونسنتريشن جريدينت عند ناحيتين هيكونوا ايكوال ايتش اذر. طيب وهو لو الكونسنتريشن جريدينت انا عملت غسيل كلى او عملت ترشيح واتيفر لحد ما الكونسنتريشن جريدينت على ناحيتين بقى متساوي، طب ما هو انا هبقى كده غسلت جزء الدم اللي انا طلعته، انا اكيد مش هصفي الخمسة لتر بتوع الدم للبيشنت في سحبه واحده، فانا مثلا سحبت منه لتر غسلتهم، فبقى الكونسنتريشن جريدينت على ناحيتين قد بعض، فما بقاش فيه غسيل تاني. يا ترى هتغلب ازاي على المشكله دي؟ المشكله دي هتخلي الدم واقف. هتغلب على المشكله دي ان انا دايما همد الجهاز بدم جديد ودايليسيت جديد، دم جديد ودايليسيت جديد، وبدخلهم في حاجه اسمها كاونتر كورنت فلو، يعني الدم داخل عكس اتجاه الدايليسيت، فالدم نازل والدايليسيت طالع، دم داخل من فوق لتحت ودايليسيت من تحت لفوق، كل ما حته هتتنقى من الدم هتخرج، وكل ما حته من الدايليسيت تاخد اعلى تركيز من السوليوتس اللي انا عايزها تخرج. الطريقه دي هتخلي دايما الغسيل مستمر، فانا بسحب بريت معين من الدم وبريت معين من الدايليسيت وخليهم الاثنين ماشيين عكس بعض وماشيين بسرعه معينه بحيث انها تسمح لاحسن تبادل في السوليوتس ما بين الدايليسيت وما بين الدم. يبقى بتغلب على المشكله دي بطريقتين، ان انا كونتينيوسلي ريفيلنج فريش دايليسيت وكمان ريبليس الدايليسيت بلاد اللي انا خلاص غسلته بانديليسيت بلاد جديد او بنيو يوريميك بلاد جديد، وكمان ان انا بمشيهم حاجه اسمها كاونتر كارنت فلو بتماكسمايز الكونسنتريشن ديفرنس، يعني انا ما بدخل دم جديد من فوق لتحت ودايليسيت من تحت لفوق، فانا الدم بخليه انه اعلى تركيز للسوليوتس في الدم بتقابل اقل تركيز للسوليوتس في الدايليسيت، فيبقى الانتقال ما بينهم احسن. نرجع تاني للسلايد دي ونفتكر هو ايه الرينال ريبليسمنت موداليتيز، كانوا 3 حاجات دياليسيس وهيموفلتريشن وكيدني ترانسبلانتيشن. نفهم بقى معلومه جديده هنا، انه في الدياليسيس بستخدم فيه الديفيوجن مينلي، يعني لما بعمل هيمو دياليسيس لبيشنت بغسل له الدم بتاعه بحاجه اسمها هيمو دياليسيس او بريتونيال دياليسيس، فانا مينلي بستخدم الديفيوجن عشان يخلصني من الموليكيولز اللي انا مش عايزها، واستخدم معاه الكونفكشن بس بكميه قليله او ما يكونش هو المين، بستخدم الكونفكشن عشان اخلصه من الاكسترا ووتر، انما هنا التارجت بتاعي مينلي ان انا بتخلص من السوليوتس اللي انا مش عايزها. تاني حاجه الهيموفلتريشن ترشيح الدم، ده بستخدم فيه اونلي كونفكشن، وقلنا الكونفكشن دوره الاساسي انه يخلصني من الاكسس ووتر، فبالتالي العيان اللي عنده مثلا اوفر او هايبر فوليميا او اكسس ووتر في جسمه، فانا هستخدم معاه الهيموفلتريشن اللي بستخدم فيها مينلي كونفكشن، بخلصه من الووتر، والووتر هتاخد معاه شويه سوليوتس طبعا، بس هيكون مينلي ان انا بتخلص من الفلويد الاوفرلودد اللي في الجسم. طب انا ممكن ادمج الطريقتين مع بعض، الدايليسيس والهيموفلتريشن مع بعض، واعمل حاجه اسمها هيمو دايا فلتريشن، يعني بستخدم
دايلسيت عشان اغسل بيها الدم، واستخدم كمان الكونفكشن مع الهيموفلتريشن، فبتخلص من اعلى درجه من الميه واعلى درجه من السولوتس. بس دي طبعا مش بستخدمها مع كل البيشنتس، يعني انا بختار الطريقه اكوردنج للكلينيكال كيز اللي جايه لي. بيشنت جاي لي مثلا عنده هارت فيلير بسبب فوليوم اوفرلود، فانا مينلي هنا هستخدم الهيموفلتريشن. الدايلسيس هنا مش هيديني الاوتكم اللي انا مطالبه، والهيمودايفلتريشن اي حاجه بتكون ميكس ما بين حاجتين فهي يعني ما بتخلينيش اركز على جزء منه. هي تعمل دايلسيس قد الهيموفلتريشن، لا ده انا عايز هنا هيموفلتريشن اعلى، انا مشكلتي ان اتخلص من فلويد اعلى. طيب بيشنت جاي لي بهايبر كاليميا شديده قوي، مدخلاه في اريزميا وممكن تخليه يدخل في حاله اسيستول والقلب يقف والبيشنت يموت، هل هنا وقتها محتاج ان انا افكر في الفلويد اوفرلود واتخلص منه؟ لا، ده انا البيشنت ده محتاج ان انا اعمله دايلسيس بسرعه اخلصه من البوتاسيوم اللي عنده، فبالتالي البيشنت ده ولا هستخدمه هيموفلتريشن ولا هيمودايفلتريشن. طيب بيشنت جاي لي بفوليوم اوفرلود واليوريا والكريات عاليين السماء، ساعتها انا هستخدم ايه؟ هستخدم الميكس ما بين الحاجتين، لان انا عايزه اتخلص من الويست برودكت وفي نفس الوقت عايزه اتخلص من الفوليوم اوفرلود اللي في الجسم. فاهمين الفكره؟ يبقى انا بختار الطريقه اكوردنج للحاله اللي عندي. تعالوا نفهم بقى كل حاجه فيهم. يعني مثلا البريتونيال دايلسيس، ايه فكره البريتونيال دايلسيس ده؟ البريتونيال دايلسيس دي حاجه بتتعمل في البيت، ممكن حاجه البيشنت يقدر هو اللي يتحكم فيها. انا بركب البيشنت قسطره بدخلها للابدومينال كافيتي. طيب هي البريتونيال دايلسيس دي بتغنيني ازاي عن المكنه؟ البلط بستخدم فيه البريتونيال بلط سبلاي، يعني البلط فيسلز اللي بتغذي البريتونيوم اللي هي بتغذي الابدومينال كافيتي دي، كان هو ده الانبوبه بتاعه الدم اللي انا بضخ فيها الدم في المكنه بره. طيب ايه الدايلسيت؟ الدايلسيت انا بدخله من بره بحطه في الابدومينال كافيتي. طيب ايه الممبرين اللي انا هستخدمه؟ بدل الممبرين السيمي بيرميبل الممبرين اللي بستخدمه في المكنه هستخدم هنا البريتونيوم. البريتونيوم ده بيديني فلتريشن كويسه او دايلسيس كويسه زي السيمي بيرميبل الممبرين اللي بستخدمه من بره. طيب هستخدمها ازاي؟ احنا عندنا اصلا فكره البريتونيوم في الابدومينال كافيتي عامل زي ايه؟ زي ما اكون جايب بالونه، والبالونه دي انا حاطط عليها اجسام من بره، بعمل انفاجينيشن من بره لجوه. فالبريتونيوم ده من جوه اصلا فاضي او في اورجنز قليله قوي هي اللي بتبقى انترا بريتونيوم، انما مين لي كل الاورجنز بتاعه الابدومين اكسترا بريتونيوم. فانا لو مليت الابدومينال كافيتي بالفلويد اللي هو الدايلسيت وجوه البريتونيوم نفسه في البريتونيوم بلاد سبلاي، فاعتبر ان جوه البريتونيوم ماشي الدم، فالدم انترا بريتونيوم والدايلسيت اكسترا بريتونيوم والممبرين ما بينهم، ويبدا يحصل غسيل الدم فيتنقل السوليوتس او المولكيولز اللي انا عايزه انقلها من انترا بريتونيوم للدايلسيت الاكسترا بريتونيوم ثرو السيمي بيرميوم والممبرين اللي هو البريتونيوم. تمام؟ فانا البيشنت ده اصلا بكون مركب له قسطره جوه بطنه وبديله كيس بتاع الدايلسيت، هو بس بيوصلهم ببعض ويوصل الكيس الفاضي التاني، ويبدا الدايلسيت ينزل بريت معين انا مظبط القسطره او الكانيولا اللي انا حاططها عليه، فيبدا الدايلسيت يدخل لجوه ويبدا اللي هو الفلتريت اللي بيطلع لبره يخرج تاني من القسطره التانيه زي ما احنا شايفين في الصوره كده. فانا البيشنت ده بديله الكيس ده مثلا، وليكن الكيس ده فيه 2 لتر مثلا من الدايلسيت، واقول للبيشنت ده استخدمه من 3 ل 6 مرات في الاسبوع، دي اقل حاجه، ممكن ازود، ممكن استخدم في اليوم مرتين، ممكن استخدمه لساعات طويله، واقول له والله انت مثلا المواعيد من الساعه كذا للساعه كذا هتوصل الكيس وتوصل الكيس الفاضي اللي تحته وتستناه. دي فكره البريتونيوم دايلسيس. البريتونيوم دايلسيس ده حلو قوي في الناس اللي سنها صغير، في الناس اللي سنها كبير مش مفضل قوي. مفضل هنقولها في الام سي كيو في اخر سلايد بالظبط، ان هو في الديفلوبينج كونتريز. ليه؟ لانه البريتونيوم دايلسيس ده بيوفر عليا ثمن المكنه، بيوفر عليا ثمن الكهرباء اللي مشغله المكنه، بيوفر عليا ان انا احط البيشنت جوه المستشفى، فموفر تكاليف كتير قوي والبيشنت يقدر يعمله في البيت لوحده، فبالتالي هو حلو في الديفلوبينج كونتريز. بس هل هو بيتعمل عندنا في مصر؟ لا، هو ما بيتعملش هنا، يعني مش هو مشهور انه يتعمل عندنا. تاني حاجه الهيمودايلسيس. الهيمودايلسيس اي كلمه هستخدم فيها كلمه دايلسيس يعني مين اللي بستخدم الديفيوجن، يعني بدخل للجسم دايلسيت من تحت اهو، الدايلسيت داخل عكس اتجاه الدم، الدم ماشي بالاتجاه ده من الشمال لليمين، انا مدخل الدايلسيت يمشي من اليمين للشمال، فمدخل الدايلسيت اهو وهو كلير، يبدا الانتقال يحصل من الدم للدايلسيت عن طريق السيمي بيرمي من الممبرين اللي في النص، ويخرج لي في الاخر دايلسيت ويز ويست، وببدا ادخل بقى باستمرار الدم وباستمرار الدايلسيت. فبالتالي الهيمودايلسيس ده مين اللي بيستخدم الديفيوجن، وممكن استخدم معاه سام كونفكشن علشان اتخلص من الاكسس ووتر. طيب لو انا استخدمت البرولونج ديوريشن
بيبقى حاجة اسمها كرونيك رينال ريبليسمنت ثيرابي وهنقوله دلوقتي، وفي منهم موداليتيز كتيرة زي كرونيك فينو فينس هيمو فلتريشن وكرونيك ارتيريو فينس هيمو فلتريشن هنقولها دلوقتي. فانا لو استخدمت الهيموداليسيس ده لمدة طويلة فيبقى اسمه كرونيك رينال ريبليسمنت ثيرابي. اللي بعدها هيمو فلتريشن، كلمة فلتريشن فبستخدم فيها الكونفكشن بس. فالكونفكشن بس يعني ايه؟ يعني انا مش بستخدم دايليسيت ومش بدخل بس الدم بتاع البيشنت وابدا اطبق عليه بريشر معين بحيث انه يتصفى الدم او يترشح الدم ويديني في الاخر الفلتريت، الميه هتنزل باللي هو السولفنت دراج ميكانيزم وتاخد معاها السوليوتس اللي انا مش عايزها وتخرجها لي بره. فانا بستخدم فيها كونفكشن بس، وبرده لو استخدمتها برولونجت هستخدمها في حاجه اسمها كرونيك رينال ريبليسمنت ثيرابي اللي فيها بستخدم فلويد ريبليسمنت ثيرابي. يعني ايه؟ يعني في الهيمو فلتريشن ده انا اصلا بعمله ليه؟ عشان اتخلص من الاكسس فوليوم اوفرلود اللي موجود في الجسم، بتخلص من ميه كبيره، كميه ميه كتير. طيب افرض البيشنت ده لو انا اتخلصت من كميه الميه دي ممكن يدخل مني في هايبوتنشن، فانا في الحاله دي اتحكم ازاي؟ في الحاله دي قال لك ان انت خلص الجسم من الميه اللي هو مش عايزها من جواه ودخل له انت ميه من بره نظيفه اسمها فلويد ريبليسمنت، سواء ان انت هتدخلها بري او بوست دايلسيس، يعني هتدخلها في الدم اللي داخل للمكنه الاول فتخففه الاول فيترشح منه ميه جزء من الجسم وجزء من الميه اللي انا مدخلها، او بوست يعني بعد ما الدم يرجع ابدا انا ادخله فلويد تاني فانقذه من انه يحصل له هايبوتنشن. ماشي. فلويد فورم ديورينج بروسيس دي اسمها اونلاين هيمو فلتريشن. يعني انا الفلويد اللي انا بدخله للجسم في اللي هو ريبليسمنت ثيرابي ده انا ممكن استخلصه اصلا من الفلتريت اللي طالع وكونه في المكنه اثناء مرحله الغسيل، وده ساعتها يبقى اسمها اونلاين هيمو فلتريشن. يعني اونلاين يعني على اللاين اللي راكب دلوقتي، على اللاين اللي انا بخرج او مدخل الدم منه. ماشي. يا اما انا اصلا ممكن اجيب الفلويد ده في اكياس معلبه من مصانع تانية بس ده بيبقى غالي قوي، فبالتالي هو الاونلاين هيمو فلتريشن ده حلو عشان ارخص. تمام. يبقى في الهيمو فلتريشن عايزين نفهم بس ان احنا بنستخدم فيها الكونفكشن، وان انا بتخلص فيها من ميه كتيره، وان انا ممكن استخدم فيها فلويد ريبليسمنت ثيرابي عشان اعوض الميه اللي خارجه من جسمي. في بقى الميكانيزم اللي جمع ما بين الاثنين، هيمو داي فلتريشن. يعني انا بدخل الجسم دايليسيت وبغسله وبعمل بريشر جريدينت ما بين الدايليسيت وما بين البلاط، وبستخدم كمان فلويد ريبليسمنت ثيرابي، فانا بعمل كل حاجه بتتعمل في الهيمو داي فلتريشن. وبرده نفس الفكره، لو انا كونت الفلويد بتاع ريبليسمنت ثيرابي ده اثناء السيشن بتاعه الغسيل دي بيبقى اسمها اونلاين هيمو داي فلتريشن. طيب according للي احنا خدناهم دول نقدر نقسم الرينال ريبليسمنت ثيرابي لحاجتين، لحاجات اسمها اكيوت رينال ريبليسمنت ثيرابي استخدمها مره استخدمها مرتين في حاله اكيوت، حاله ايمرجنسي ادخل العيان لجلسه او جلستين عشان اعالج له الحاجه اللي هو فيها بنقذه من ان هو يموت، او كرونيك رينال ريبليسمنت ثيرابي يعني باشنت ده عنده ديسيز، عنده اند ستيج رينال ديسيز، خلاص هو مش قادر يصنع اليورين بتاعه ولا قادر يتحكم في حاجات كتير في جسمه، فانا بمشيه بقى على مثلا جلستين في الاسبوع، ثلاث جلسات في الاسبوع الى ان يشاء الله ازرع له كليه او العيان يموت. ماشي. فالاكيوت رينال ريبليسمنت ثيرابي بستخدمها امتى؟ اول واهم حاجه طبعا اكيوت كيدني انجري باسبابها بقى، سواء كان بري رينال رينال بوست رينال. تاني حاجة البويزنينج، واحد واخد سم معين جسمه حصل فيه توكسيستي من حاجة معينة انا مش عارف اخرجها بأي انتي توكسيستي ولا اي دروج، فبالتالي انا بعمل له جلسة غسيل كلى او جلستين انقذه. اكيوت هارت فيلير، البيشنت دخل مرة واحدة في اكيوت هارت فيلير قلبه وقف مرة واحدة، او اكيوت دي كومبنسيتد هارت فيلير، البيشنت ده اصلا عايش على هارت فيلير وبياخد ادوية بس فجأة حصل حاجة بقت اكيوت اون توب اوف كرونيك، البيشنت ده عنده هارت فيلير وفجأة جاله مايوكارديال انفاركشن، جاله فجأة كروناري ديسيز، جاله فجأة بالمونري امبوليزم، فبالتالي حاجة وقفت القلب اللي أصلا ضعيف، فبالتالي ممكن استخدم الرينال ريبليسمنت ثيرابي عشان انقذه في الحالة دي من الأعراض اللي هتجيله، اللي هي زي يحصل له فجأة ديزنيا، بروجريسيف ديزنيا ما بتروحش، إيديما، نكتوريا أو نيورولوجيكال سيمتوم، الأعراض اللي فجأة تظهر لعيان أصلا أنا عارف إن عنده هارت فيلير. ماشي. طيب ايه الموداليتيز اللي هستخدمها في الاكيوت اللي هي جلسه او جلستين انقذ بيها حياه العيان؟ يا هيمو دايلسيس يا هيمو فلتريشن، يا هتخلص من حاجات هاي كونسنتريشن في الدم فعايز تخلص منها في الاكيوت كيدني انجري او في البويزنينج، او هيمو فلتريشن عايز تخلص من كميه ميه كبيره زي الاكيوت هارت فيلير الاكيوت دي كومبنسيتد هارت فيلير. طب امال الكرونيك رينال ريبليسمنت ثيرابي ده بستخدمه في الاند ستيج رينال ديسيز اللي هو بستخدم فيه كل حاجه، ممكن استخدم بريتونيال دايلسيس ماشي، هيمو دايلسيس ماشي، هيمو فلتريشن ماشي، دايا فلتريشن ماشي، ازرع له كليه ماشي، بستخدم فيها كل حاجه. تمام. طيب ايه بقى الدايلسيس موداليتيز اللي انا هستخدمها في الامرجنسي؟ احنا اصلا الموديول بتاعنا موديول امرجنسي، يعني وانا واقف في الاستقبال وعيان داخل لي
عيان خلاص بيموت، عنده حالة انا مش عارف اتعامل معاه دلوقتي، فانا محتاج ان انا اعمل له حاجة تنقذه دلوقتي، وبعد كده بقى اشخصه ايه الكورونك اللي عنده وعليه السبب وهكذا. فايه الحاجات اللي انا هنقذ بيها العيان وانا واقف في الامرجنسي؟ اربع حاجات. اول حاجة intermittent hemodialysis. يعني intermittent hemodialysis يعني اقول ان البيشنت ده عشان يكون hemodynamically stable، او هو اصلا بيشنت hemodynamically stable بس داخل لي اليوريا والكريات بتاعه مثلا عاليين جدا، وهو انا عارف ان هو كان عنده كرونيك كيني انجري، فانا عشان انقذه لازم اعمل له جلسه غسيل دلوقتي وامشي عليها بقى انترميتنت، يعني يمشي عليها طول الوقت تمام، بس ان هو الانيشيشن بتاعتها بتبدا عندي في الامرجنسي. يبقى اول حاجه انترميتنت هيموداليسيس، انا ممكن اقول ان البيشنت ده عشان انقذ الحاله اللي عنده محتاج يعمل غسيل كلى كذا مره في الاسبوع لحد بقى ما الدكتور بتاعه يحدد. او isolated slow extended hemofiltration، دي طريقه من الطرق بتاعه الهيموفلتريشن انا بعملها سلو، اللي هي اسمها سلو كونتينوس الترا فلتريشن، هنشرحها دلوقتي. بستخدم فيها الكونفكشن مينلي علشان اتخلص من الفلويد اوفرلود اللي عند البيشنت ده من غير ما اثر على الميتابوليزم بتاعه او الميتابوليك دي ارينجمنت، ما اثرش على المولكيولز اللي في الجسم بتاعته. تالت حاجه كرونيك رينال ريبليسمنت ثيرابي، اللي احنا كنا لسه قايلينها في السلايد قبل، احنا قلنا رينال ريبليسمنت ثيرابي اكيوت يا كرونيك، فانا ممكن استخدم الحاجات بتاعه الكرونيك رينال ريبليسمنت ثيرابي في الامرجنسي، علشان البيشنت ده جاي لي بحاله امرجنسي، هو مثلا بيغسل مستمر على الغسيل لمده طويله، بس جالي فجاه بحاله ضغطه مثلا وقع مره واحده او حصل له فوليوم اوفرلود مره واحده واتيفر، فانا هستخدم معاه حاجات معينه علشان انقذه وهو اصلا كده كده ماشي على الكرونيك رينال ريبليسمنت ثيرابي. رابع حاجه اونلاين هيمو دايفلتريشن، دي طريقه برضو من الطرق اللي ممكن استخدمها في الامرجنس. تعال نشرح حاجه حاجه. الانترميتنت هيمو دايلسيس خلاص انا مش محتاجه اشرحها، ده عيان جاي لي في الامرجنسي وانا كشفت عليه وعملت له تحاليل وفحوصات وهكذا، وقلت خلاص ده البيشنت ده محتاج يعمل جلسات غسيل كلى لمده طويله. تاني حاجه اللي هي السكاف سلو كونتينوس الترا فلتريشن، يعني ايه دي؟ ببساطه هي الهيمو فلتريشن، يعني البيشنت اللي بدخل الدم بتاعه وبعمل عليه بريشر معين واصفيه واطلع منه الفلتريت، ولا استخدم معاه فلويد ولا استخدم معاه اي حاجه، بس هخليها سلو كونتينوس، يعني تاخد مده طويله وتكون ايه الريت بتاعها سلو على الهادي واخلص منه الميه على الهادي تمام. مين انديكيشن از فلويد اوفرلود وزاوت يوريميا، ده البيشنت ده يكون مشكلته الوحيده هي ان الفلويد عنده في جسمه اوفرلودد من غير ما يبقى عنده يوريميك مانيفيستيشن، ولا يبقى عنده اليوريا عاليه قوي، ولا يبقى عنده الكريات عاليه قوي، ولا عنده هايبركاليميا عاليه قوي، هو بس البيشنت ده مشكلته الميه زياده، خلاص انا هخلصه من الميه بس بسلو عشان خاطر ما وقعلوش الضغط مره واحده. تاني حاجه الكرونيك رينال ريبليسمنت ثيرابي، الحاجات اللي البيشنت يستمر عليها لمده طويله او بعالج بيها الاند ستيج رينال ديزيز، اللي هما ثلاث حاجات، يا اما كونتينوس فينو فينوس هيموداياليسيس، او كونتينوس ارتيريو فينوس هيموداياليسيس، او كونتينوس فينو فينوس هيمو دايفلتريشن. يعني ايه كونتينوس؟ يعني هيستمر عليها، مثلا انا البيشنت ده بيغسل على طول، فانا مثلا هو مستمر وبياخد انترميتنت دايليسيس خلاص، بس جالي دلوقتي حالا بامرجنسي تخليني احطه على جلسه غسيل كلى مستمره لعدد ساعات طويله لحد ما الحاله بتاعته تتحسن، فممكن احطه في الاي سي يو واحطه على الكونتينوس، يعني خليه دايما يعني احطه زي بالظبط الميكانيزم بتاع التنفس الصناعي، مش عارف يتنفس فانا بحطه على التنفس الصناعي لحد ما الديزيز اللي عنده ده يبدا يتحسن. برده نفس الفكره، انا هحطه على الغسيل لمده طويله، مش مثلا اربع خمس ساعات واقفل، انا بسيبه لساعات طويله لحد ما الموضوع عنده يتحسن. طيب انا ممكن اعمله هيمو دايلسيس غسيل بس بطريقتين، يا اما هاخد من الفين ارجع للفين، او هاخد من الارتري ارجع للفين. ليه باخد من الارتري ارجع للفين؟ سرعه الدم اللي ماشيه في الارتري اكبر من اللي ماشيه في الفين، فانا لو خدتها من الارتري السرعه هتكون ازيد، فبالتالي هخلي المرحله بتاعه الغسيل احسن. بس ممكن تعملي مشكله انه الارتري ده لو حصل فيه مشكله او اتسد او حصل فيه ثرومبس او حصل فيه اي انفكشن، ده يدخلني في حاجه جامده قوي، ممكن يعمل لي سكيميا في الليمب اللي انا باخد منه القسطره بتاعه او اللاين بتاع غسيل الكلى، وبالتالي ممكن ادخل ان مثلا واحد داخل لي هيعمل هيقعد يوم يومين في جلسه غسيل ويخرج، ممكن اعمل له امبيوتيشن لدراعه، فخلاص قال لك خلاص خد من الفين للفين، بحيث لو فين باظ مش مشكله، يعني الفين لما يبوظ ممكن يكون لي فين تاني جديد، او ممكن يحصل اي كومبنساتور ميكانيزم في الجسم، انما الارتري اللي جايب لي الدم اللي بيغذي بيها الليمب ده مهم قوي، فلازم احافظ عليه. او ان انا ممكن اعمل كونتينوس فينو فينوس هيمو دايفلتريشن، اعمل بقى الدايفلتري اللي هو الفلتريشن مع الدياليسيز، الاثنين اتخلص من الميه واتخلص من السوليوتس اللي انا مش عايزه. دي رسمه مجمعه بقى لكل الميكانيزم.
اللي هم ايه الست حاجات اللي بستخدمها في الامرجنسي. اول حاجه انترميتنت هيموداياليسيس، اقعده على جلسات غسيل كلى ولكنها نوت كونتينوس مش مستمره، اعمل له جلسه جلستين، اربع جلسات خمس جلسات في الاسبوع وتابعه. او اللي هي السكاف اللي هي السلو كونتينوس الترا فلتريشن، ده لو بيشنت عنده فوليوم اوفرلود بس ما عندوش اي حاجه تانية، فانا بالتالي هخلصه من الفلويد بس من غير ما استخدم معاه اي حاجه تانية، جاست كونفكشن بس. او اونلاين هيموداي فلتريشن اللي هو الدياليسيس والفلتريشن مع بعض واونلاين عشان الفلويد ريبليسمنت اللي انا بستخدمه يتكون مع الجلسه دلوقتي حالا. او ان انا استخدم الثلاثه بتوع الكرونيك رينال ريبليسمنت اللي هو الكرونيك فينو فينوس او فينو ارتيريال هيموداياليسيس او فينو فينوس هيموداي فلتريشن. ماشي، دي رسمه بس نجمع الميكانيزم عشان نجمعها في دماغنا. ماشي، خلصنا كده من الحاجات اللي انا بستخدمها في الامرجنسي. نيجي على نقطه ثانيه، ازاي وانا حاطط البيشنت ده على جلسه غسيل كلى اعرف الافكاسي بتاعتها؟ يعني انا غسلت له دم ورجعته، يا ترى ايه اللي هيحكم لي ان البيشنت ده غسيل الكلى بتاعه كان افكتيف؟ يعني يا ترى مثلا ممكن الاعراض تقعد شويه، ممكن اللاب ما يكونش ادق حاجه ان انا اقيسها باللي هي النورمال لابوراتوري انفستيجيشن اللي بعملها. لازم يكون في معادله هي اللي تقول لي اديها مدخل ومخرج وتقول لي انت كده ماشي صح ولا غلط. المعادله دي اسمها كي تي اوفر في بارامتر. البارامتر ده بدخل فيه ثلاث حاجات. اول حاجه الكي، الكي ده يعني الكليرنس، يعني ايه كميه الدم اللي انا مدخلها للمكنه عشان تغسلها من الحاجه اللي انا عايز اغسلها منها دي. ماشي، فمثلا كام لتر بدخله في الدقيقه. تاني حاجه التي يعني تايم، يعني الديوريشن بتاعه السيشن اللي انا غسلت فيها الكلى دي قد ايه بالمينتس، يعني 4 ساعات ولا 5 ساعات، اضرب بقى 5 في 60 ولا 4 في 60 واطلعها بالمينتس. تالت حاجه الفوليوم. الفوليوم ده يعني ايه؟ الفوليوم ده يعني الاماونت اوف بودي فلويد اللي بيكونتين اليوريا، اللي هو يعني بيساوي ديستريبيوشن فوليوم بتاع اليوريا. يعني اعرف البودي فلويد قد ايه علشان اعرف كام لتر في الجسم فيه يوريا. فمثلا انا بدخل للجسم مثلا لتر في الدقيقه يتغسل، وانا مثلا عندي السيشن بتاعتي بتقعد وليكن 60 دقيقه، ومثلا الفوليوم اللي فيه اليوريا في جسمي مثلا 5 لتر، فبعمل المعادله دي ويطلع لي في الاخر النتيجه. لو انا كميه الدم اللي انا بغسلها من اليوريا مساويه للفلويد اللي كان فيه اليوريا اصلا، فانا كده غسلت كل اليوريا اللي في الجسم. يعني كده المعادله بتاعتي 1:1:1، فلو المعادله دي طلعت في الاخر 1 يبقى معنى كده ان السيشن بتاعتي كويس. لو المعادله دي اقل من 8:10، يعني كميه الدم اللي انا دخلتها عشان اغسلها اقل من كميه الفلويد اللي فيها يوريا، يبقى انا كده الجلسه بتاعتي نوت افكتيف ومعاها هاير موربيديتي ومورتاليتي. طيب لو انا المعادله بتاعتي طلعت اكتر من 1، ده انا غسلت اصلا كميه دم اكتر من الفلويد اللي داخل او الفلويد اللي فيه يوريا، فبالتالي انا غسلت احسن، يعني غسلت فوق اللي انا عايزه كمان، فدي تبقى حاجه كويسه وتديني جود اوتكم. هيموداياليسيس انيشيشن از نيدد فور اكيوت ايلنس، احنا مش هنحفظها من هنا، هي الانديكيشن بتاعه الهيموداياليسيس موجوده في سلايدز قدام فهتيجي وقتها. بس تعالوا نعرف كده ايه الحاجات اللي لو انا قاعد في الامرجنسي ديبارتمنت والبيشنت داخل عليا بيها اقدر افكر ان انا ممكن اعمل له هيموداياليسيس دلوقتي. نفتكرها بالرسمه البسيطه دي، مثلا نمشي من السيستمز من فوق لتحت. المخ ايه اللي يخليني من اعراض السي ان اس اللي تقول لي البيشنت ده ممكن تغسله؟ اول حاجه يوريميك انكفالوباثي، البيشنت داخل مني في يوريميك انكفالوباثي، داخل لي ليسرجي، داخل لي نوت كوبريتيف، جيت اقيس له جلاسكوما سكيل لقيتها اقل من 8 مثلا، فبالتالي واصلا البيشنت ده انا عارف انه عنده مثلا كرونيك كيدني ديسيز او اليوريا بتاعته عاليه، فانا السبب بتاعي يوريميك، فممكن ادخله في جلسه غسيل كلى. تاني حاجه البريفرال نيوروباثي، الامراض بتاعه البريفرال نيوروباثي، اي اعتلال في الاعصاب الطرفيه في الجسم زي كاربال تانل سندروم مثلا، زي البريفرال نيوروباثي اللي بتحصل في الناس بتوع الدايبيتس، ممكن اعمل له غسيل كلى. ليه؟ لانه اصلا البريفرال نيوروباثي ده بيحصل نتيجه انه بتطلع حاجه اسمها ميدل موليكولار ويت موليكيولز، او اللي هي البيتا 2 مايكروجلوبولينز، او موليكيولز كتيره زي السوربيتول مثلا في حالات الدايابيتس. دي عباره عن بروتينز بتطلع لما بتحصل مشكله في الميتابوليزم في الجسم، بتروح تعمل اعتلال او بتبوظ البريفرال نيرفس وتقلل السنسيشن بتاعتها. فالبيشنت بيجي مثلا ببين او بيجي بتنجلنج سنسيشن، او يجي بجزء جسمه مثلا مش حاسه، فانا لو عملت له غسيل كلى وخلصته من المواد دي يبدا النيرف بتاعي يتعدل تاني. طيب في الماوث هيفكرني بتوكسين انجشن، واحد جاي لي في قسم السموم مثلا واخد جرعه كبيره قوي من دواء معين، او حد انتحر بسم معين وانا مش عارف اخلص الجسم منه، فدخله في جلسه غسيل كلى تخلصني من الحاجه دي.
طيب القلب واللنج. اللنج مثلا تفكرني بالحاجات الهايبوفوليميك اللي هي زي بالمونري ايديما. ما هو الجسم لما بيحصل فيه هايبوفوليميا هايبر فوليميا بيبدا يحصل عنده بريفرال ايديما بالمونري ايديما. البيشنت مش هيجي لي الامرجنسي عشان مثلا رجله ورمت قوي، يعني دي مش حاله مش امرجنسي قوي تخليني حالا ادخله في الغسيل. ولكن لو جالي بالمونري ايديما، جالي بديزنيا وفروسي سكريشنز ومثلا مش قادر ينام على ظهره ولا قادر ياخد نفسه وتاكيبنيا ومش عارفه ريسبيراتوري اسيدوزس، ففي الحاله دي انا ممكن اعمل له غسيل كلى. بريكاردايتس، البيشنت ده جاي ببين سيفير شست بين والبين بتاعه سبب بريكاردايتس، ففي مواد انفلاماتوري ميديتورز هي اللي عامله لي بريكاردايتس، فانا مش هسيبه لحد ما اديته مثلا انتي انفلاماتوري وما اتصلحتش، فمش هسيبه مثلا يتألم، لا هعمل له جلسه. طيب في الايد البلود فيسل يفكرني بلايف ثريتنينج هايبركاليميا وريفراكتوري اسيدوزس. هايبركاليميا عامله اي سي جي تشينجز، او ريفراكتوري اسيدوزس لا تستجيب للميديكال تريتمنت بتاعي ولا لاي بايكارب بعلقه ولا اي حاجه بتعادل الاسيدوزس دي، ممكن اعمل له جلسه. طيب في الجي اي تي انتراكتبل جي اي تي سيمتوم، واحد عنده نوزيا وفومتنج دايريه ولا تستجيب لاي علاج، فبالتالي هو اكيد في ماده معينه في جسمه هي اللي عامله له الاعراض دي، فانا لما اغسل الجسم منها الاعراض دي تتوقف. وفي كمان اسيمتوماتيك جي اف ار يكون من 5 ل 9 مللي بير مينيت بير 1.73 متر او كيوبيك متر، اللي هو يعني انه الجي اف ار بتاع البيشنت يكون اقل من 5 ل 9 وبير مينيت بير 1.73 متر مربع. ده وحدة قياس الجي اف ار اللي بنوحد فيها مساحة الجسم علشان ما تختلفش من واحد اوبيز لواحد رفيع، يعني حاجات كنا المفروض واخدينها قبل كده يعني، بس ايه بفكركم بيه. فلو الجي اف ار قليلة وحتى لو البيشنت ده اسمتوماتيك انا ممكن ندخله في جلسة غسيل كده. اخر حاجة فيلير تو ثرايف اند مال نيوتريشن، عشان كده انا رسمها لكم صورة طفل، يعني اللي هو مثلا جاي لي طفل في سن مثلا بتاع جروث او واحد جاي سيفير مال نيوتريشن وفيلير مش بيتحسن خالص، ممكن ادخله في غسيل كلى لانه ممكن يكون عنده حاجه في دمه هي اللي عامله له المشكله دي. ماشي. طيب يا ترى ليه الحاجات دي اصلا، ليه الامراض دي، ايه يعني ايه اللي بتعمله في الجسم يقدر الهيموفلتريشن او الهيموداياليسيس يصلحها؟ قال لك ان الكونديشنز دي بتعمل حاجه اسمها ديسريجوليشن للسيتوكاينز. السيتوكاينز دي مواد موجوده في جسمنا، لما بيحصل اي مشكله في الجسم ممكن تتكون المواد دي، مشكلتها انها بتعمل سيفير فازو دايلاتيشن، والفازو دايلاتيشن ده يقلل مره ضغط الدم، ولما يقل ضغط الدم مره واحده يبدا يحصل كاردياك ديبريشن والقلب ممكن يتوقف عن العمل، وكمان يحصل اميون سبريشن. السيتوكاينز دي تقلل كمان الاميون سيستم اللي في جسمي، وكل الحاجات دي تؤدي في الاخر لاند اورجن فيلير. الاند اورجن فيلير يعني الاورجنز الكبيره في جسمي تبوظ، الكدني يبوظ والليفر يبوظ والهارت يبوظ والبرين يبوظ، كل الحاجات دي تدخلني في حاجه اسمها هيمو دايناميك انستابيليتي، فالبيشنت ده يكون عنده هايبو تنشن مثلا لدرجه انه ممكن يموت، وديلي رينال ريكفري، الكدني بتاعته مش هتتصلح بالميديكال تريتمنت العاديه اللي انا بديها. فالحاجات دي كلها لو انا عملت له جلسه غسيل كلى، منعت له السيتوكاينز اللي طالعه من الميكانيزم بتاع الحاجات دي، او خلصته من السبب اللي بيطلع السيتوكاينز، كل ده مش هيحصل. وفي معلومه بتقول ان الرينال ريبليسمنت ثيرابي بينهانس السيتوكاينز ريموفال ان هاي سيتوكاينز ستيت زي السبسز. يعني الرينال ريبليسمنت ثيرابي ده مش بس هيخلص لي من المواد زي اليوريا العاليه او الكرياتين العالي او البويزن العالي او مثلا بيتا 2 مايكروجلوبولين نص البيتو اللي بيعمله مثلا بريفرن نيوروبس العالي، لا ده كمان هيخلصني من السيتوكاينز، يعني مثلا بالمونري ايديما او مثلا فلنفترض في مثلا انتراكتبل جي اي تي سيمتوم، كل الحاجات دي مثلا طلعت لي سيتوكاينز، انا معرفتش اوقف السبب اللي عمل الحاجات دي ولكن انا اتخلصت من السيتوكاينز الكتيره، فبالتالي وقفت بقيه الميكانيزم. والسيتوكاينز دي ممكن تزيد قوي في حالات السبسيس، عشان كده انا ممكن اعمل غسيل كلى في حالات السيفير سبسيس عشان اتخلص من السيتوكاينز دي. طيب ما غسيل الكلى حلو، هل غسيل الكلى ده ملوش اضرار؟ طبعا طبعا له اضرار. الاضرار بتاعته هنقولها في الكومبليكيشن، بس هي يعني بتتمحور حوالين ممكن تكون مشكله من القسطره، كاتيتر كومبليكيشن قسطره انا بركب فيها اصلا غسيل الكلى دي، او الكترولايت ديستربنس. غسيل الكلى نفسه اللي انا ممكن استخدمه عشان اصلح بيه الكترولايت ديستربنس ده ممكن يعمل لي الكترولايت ديستربنس. وكمان في حاجه فيتر قوي ممكن تحصل اسمها انتر دايريتيك هايبوتنشن، ان ما بين الغلسه والتانيه يبدا العيان ضغطه يقع قوي ممكن يموت فيها. واضرار كتير هنقولها. طيب الاضرار دي علشان كده منظمه الصحه العالميه حطت جايد لاينز علشان تقول لي انه في الناس اللي عندهم كرونيك كيدني ديزيز ستيج 4 مينلي اللي هو الجي اف ار اقل من 30، الناس دول لازم ان انا اقول لهم بالظبط ايه الاسسمنت او الحاجات اللي انا ممكن اعالج لكم بيها الرينال فيلير، اديله تريتمنت اوبشنز بتاعتي كيدني ترانسبلانتيشن وهيموداياليسيز وهيموفلتريشن، وهيموداياليسيز اقول له ان هو ممكن يكون انسنترال، او اقول له بريتونيوم،
ماشي، اقول له الحاجات دي واقول له ايه الكومبليكيشنز بتاعتها وايه الكونزرفاتيف تريتمنت بتاعتها. يعني ببساطه ان انا لازم افهم البيشنت بتاعي اللي عنده اي ديزيز محتاج رينال ريبليسمنت ثيرابي، افهمه ايه الموداليتيز المتاحه، ايه الحاجات اللي هتتحسن عندك وايه الكومبليكيشن اللي ممكن تحصل عندك. ولازم انا والبيشنت اكون متفقين على حاجه معينه احنا نستخدمها، ممكن يحصل معاها كومبليكيشنز معينه بس هي تنقذنا من الحاجه المعينه دي وهنستمر عليها لمده كذا، فانا والبيشنت نكون متوافقين على الحاجه اللي هنختارها. يعني فرضا ان انا اخترت للبيشنت ده طريقه الكيدني ترانسبلانتيشن، قلت له دي الحاله الوحيده بتاعتك اللي هتحسن لك الحاله، بس الحقيقه انه البيشنت ده مثلا مش معاه فلوس يزرع كليه جديده وهو مش قابل اصلا الفكره دي، سنه كبير مثلا مش عايز يعملها، هل ده يجبرني ان انا استخدمها له؟ لا، هو لازم انا هو اللي اختار الطريقه ويكون هو فاهم الاوت كمز بتاعت كل طريقه فيه. ايه الكارديك كونديشنز اللي بنحتاجها مني دياليسيز؟ احنا قلنا الحاجات العامه اللي بتحتاج دياليسيز، بس ايه بقى؟ يعني ده سؤال منفصل لوحده. ايه الامراض اللي في القلب اللي تقول لي ان البيشنت ده محتاج يدخل غسيل كده؟ اربع حاجات. اول حاجه الاريزمياز، الاريزميا اللي ممكن تكون ناتجه من الالكترولايت ديستربنس، يعني ممكن يكون البيشنت ده عنده هايبركاليميا او هايبركالسيميا هي اللي عامله له ECG changes، فالبيشنت جاي يشتكي اصلا من اعراض الاريزميا، فانا لما عملت له ECG لقيت فيه التشنجز دي فقمت قايسه مثلا البوتاسيوم لقيته قليل، او structural heart abnormalities ممكن يكون في تركيب القلب، ممكن يكون البيشنت ده عنده اي structure abnormality في القلب هي اللي عامله له اريزميا، الاريزميا دي ممكن تتحسن بجلسه غسيل كده. تاني حاجه اليوريميك بيريكاردايتس، لو البيشنت ده عنده بيريكاردايتس والبيريكاردايتس دي بسبب اليوريم لان هو اصلا مريض كرونيك كيدني ديزيز فبالتالي انا ممكن اغسله. تالت حاجه لو فلويد اوفرلود، مثلا عنده كونجستد هارت فيلير او عنده اكيوت دي كومبنسيشن اون توب اوف كرونيك هارت فيلير، فبالتالي البيشنت ده ويكون الهارت فيلير او الفوليوم اوفرلود اللي عامل له هارت فيلير ده او عامل دي كومبنسيشن بسبب الكيدني بسبب رينال ديزيز، ساعتها لما اعمل له غسيل كلى اصلح له بيها الرينال ديزيز ده يقل كونديشن على الهارت، فنرجع لا اما كومبنسيتد هارت فيلير بالعلاج بتاعه او نرجع للحاله النورمال بتاعته. رابع حاجه ايتروجينيك، ممكن يكون البيشنت ده واخد دواء مأثر على الهارت، الدواء ده لو انا غسلت جسم منه الحاله بتاعته تتحسن، زي مثلا الاس انهيبيتور او الاي ار بيز او الالدوستيرون انتاجونست، دي حاجات ممكن يكون الدواء البيشنت واخدها بكميات كبيره قوي فمأثر لي على الهارت، فلما اغسل الجسم منها الحاله ترجع تتحسن تاني. ايه الكونترا انديكيشن للبيشنت ان انا اعمل له هيمو دياليسيز؟ عندنا حاجتين، ابسولوت كونترا انديكيشن مش ممكن اعمل للبيشنت ده غسيل كلى، او ريلاتيف ممكن وممكن. ايه الحاله الوحيده اللي تقول لي مستحيل اعمل للبيشنت ده غسيل كلى؟ انابيليتي تو سيكيور فاسكولار اكسس، انا مش عارف خالص الاقي له اي اكسس يدخلني في الفاسكولار بتاعه اقدر اعمل له منه غسيل كلى. البيشنت ده سيفير هايبوتنشن، البيشنت ده الفاسكوليتشر بتاعته وحشه، البيشنت ده انا مش عارف خالص الاقي له الارتري ولا فين ادخل فيه الكاسيتر بتاعتي واعمل له غسيل كلى منه، فخلاص يعني كده الحاله دي مستحيل. او الريلاتيف، الريلاتيف يعني ايه؟ يعني ديفيكلت فاسكولار اكسس، يعني انا ممكن الاقي بس بصعوبه، فلو لقيت بديل يبقى احسن. او نيدل فوبيا، في ناس عندهم نيدل فوبيا، ناس عندهم درجه من درجات الفوبيا انه اي حاجه تدخل في جسمهم ابره مستحيل تدخل، يعني اكيد الكلام ده انا بحسه ان هو دلع يعني، بس هو ممكن يكون مرض سايك جامد قوي لدرجه ان هو ممكن تدخله فازو فيجل اتاك ويموت، فانا مش عشان انقذ العيان انه يموت مثلا خلال اسبوع ولا اسبوعين من حاجه اجيب له فازو فيجل اتاك في ساعتها ويموت، لا طبعا خلاص هلاقي له طريقه ثانيه. او كاردييك فيلير، القلب بتاعه مش شغال اصلا، يعني القلب بتاعه وقف، فانا هغسل له ولا انقذ له القلب بتاعه بادويه او ان انا اعمل له دي شوك. او كواجيلوباثي، البيشنت ده عنده كواجيليشن بتاعه شديد قوي لدرجه ان الدم اللي انا خدته اللي انا لو دخلته على المكنه هيتجلط جوه المكنه، فدي مش حق، او يتجلط جوه الجسم، فدي مش حاجه ان انا ريسك بيها ان انا اغسل البيشنت ده جلسه يبدا الدم بتاعه كله يتجلط فيموت مني على المكان، فدي ريلاتيف. ما انا ممكن اتغلب على الحاجات دي، يعني مثلا الناس اللي عندهم نيدل فوبيا دول ممكن اديهم مهدئ ولا حاجه واعمل لهم الجلسه. كاردييك فيلير، يعني ممكن اديله دواء يهديله شويه او يشغله شويه الهارت، او ان انا ممكن اتغلب انه درجه الهارت شغال بمثلا بيجيكشن فراكشن قليله، بس انا احطه في الاي سي يو واعمل له جلسه الغسيل واكون لاحقه بجنبي بالادويه. او الكواجلوباسي، انا ممكن اديله هيبرين كتير قوي واظبط له الكواجلوباسي بتاعه بحيث انه الحقه لو في جلطه او حاجه اتكونت الحقه مثلا بيوروكاينيز اللي هي الحاجات اللي هو اللي هي مذيبات الجلطات، وان انا اديله هيبرين كويس قوي قبل الجلسه واتغلب عليه. ماشي، طيب ندخل بعد كده اكويبمنت، تركيب مكنة غسيل الكلى. ماشي، مكنة غسيل الكلى الصورة اللي احنا بنشوفها المكنة دي بتتكون مني من ثلاث حاجات،
بلاد سيركت ليها علاقة بالدم اللي داخل واللي خارج من البيشنت، والديالايزر اللي هو الفلتر اللي انا حاطه في النص اللي هعدي عليه المية وعدي عليه الدياليزيت ويتغسل فيه عن طريق السيمي بيرميوم والممبرين، والدياليسيس سيركت دايرة تانية، سيركت تانية بدخل فيها الدياليزيت من برة وطلع منها الدياليزيت فلويد. البلاد سيركت دي بتكون مني حاجتين، بري بامب وبوست بامب. انا اصلا لو احنا هنشوف دلوقتي صورة اي حد بيغسل كلى بتلاقي طالع من ايده خرطومين، خرطوم طالع منه الدم اللي دخله للمكنة وخرطوم مدخل الدم للمكنة تاني. الخرطوم اللي طالع منه الدم مدخله للمكنة قبل البمب، هي في حاجة اسمها بمب، البمب دي اللي بتسحب الدم من جسمه وتدخلها بسرعة معينة للمكنة انا متحكم فيها. فبري بمب يعني قبل ما ادخلها للمكنة. البري بمب ده اللاين ده ممكن احط فيه ايه؟ ممكن يكون فيه سالاين اي في. مش احنا قلنا ان احنا عندنا حاجة اسمها فلويد ريبليسمنت في الالترا فلتريشن، في اللي هو الكونتينوس فينو فينس هيمو فلتريشن بدخل فيها الفلويد، فقلت لكم ساعتها انا ممكن ادخلها بري او بوست. تاني حاجه الهيبرين اي في، اي بيشنت بيغسل لازم اديله هيبرين، لانه الهيبرين هيقلل تكوين الجلطات. الدم وهو معدي في البلاد فيسل بتاعتنا، البلاد فيسل متبطنه بالاندوثيليوم، والاندوثيليوم ده انعم حاجه في الحياه، ناعم قوي لدرجه انه مش هيكون جلطات طول ما الدم ماشي في الاندوثيليوم بتاعي. انا لما ادخل الدم بقى في الخراطيم اللي بتاعه المكنه، مهما خليت اللايننج بتاعها ناعم عمره ما يجي زي الحاجه اللي ربنا خليها اللي هي الاندوثيليوم، فبالتالي البيشنت ده هيريسك انه يكون جلطات، فانا لازم اديله هيبرين يقلل تكوين الجلطات. كمان في حاجه اسمها بلاد بامب، البامب دي هي المضخه اللي هتضخ لي الدم بسرعه معينه، فانا هنا مش بعتمد على ضغط الدم بتاع البيشنت. في ضغط الدم بتاع البيشنت ده كان هايبرتنشن او هايبوتنشن وانا عايز ادخل الدم بسرعه معينه او بريت معين، فالبامب دي اللي بتتحكم فيها. كمان البامب دي اللي بتتحكم انه يحصل فيه كونتينوس ريفيلنج للبلد، يعني ادخل الدم بكونتينوس ريفيلنج، توقف الدم دلوقتي جوه اللي جوه يتغسل وبعدين تدخل شويه اللي بعده وتزق اللي جوه يرجعوا تاني وهكذا. بريشر ميجرمنت، انا لازم اقيس البريشر قبل ما ادخل الدم وبعد ما ادخل الدم عشان اشوف لو انا قست البريشر قبل ما ادخل الدم من المكنه المشكله فين، ولو قستها ولقيته عالي بعد ما يخرج من المكنه المشكله فين. في حاجه اسمها تي لاين، تي لاين ده يعني انا بغسل المكنه افتر سيشن، دي ممكن تكون موجوده في البري بامب ماشي، بس دي مش مهمه يعني ان احنا نعرف. تاني حاجه البوست بامب، ايه بقى في الخرطوم اللي راجع للايد بيكون في ايه؟ بيكون في اول حاجه بريشر مونيتور يقيس لي الدم، ضغط الدم اللي راجع لو عالي يبقى معنى كده ان في كلوت اتكونت في الطريق، او اي في سالاين اللي هو البوست فلويد ريبليسمنت، او سنسور فور لاين سيبريشن. لازم يكون في سنسور في البوست بامب في الخرطوم اللي راجع لجسم البيشنت، ده سنسور لو حصل لاين سيبريشن انه خد بالك ان اللاين اللي داخل للجسم ومدخل معاه الفلويد ده اتفصل، لو اللاين ده اتفصل لازم السنسور ده يديني الارم عشان يقول لي خد بالك الدم اللي راجع هينزل على الارض دلوقتي مش داخل البيشنت. اخر حاجه اير تراب تشامبر، لازم اشوف لو في اي هواء ماشي جوه الجهاز مش مشكله، انما المشكله في الهواء اللي راجع لجسم الانسان. فالخرطوم اللي راجع لجسم الانسان راجع فيه دم للجسم ده، لو في اي اير هيعمل لي اير امبوليزم ودي حاجه مش كويسه، فبالتالي اي اير فيها يتجمع في حاجه اسمها اير تراب تشامبر علشان الاير ده ما يدخلش جوه الجسم. دي البلاد سيركت. طيب الدياليسيت سيركت فيها ايه؟ الدياليسيس ده عباره عن قلنا ان هو بيوريفايد ووتر وحاطط عليها حاجات، فبالتالي ممكن يكون فيها ووتر بيوريفاينج سيستم، يعني مدخل فيها الميه ده، هي فيها فلتر تاني فلتر الميه اللي انا مدخله، وميكسر سيستم يعني سيستم هيكون لي الدياليسيت ده، هيميكس ما بين الحاجات اللي عايز احطها في الدياليسيت وما بين الميه، ومونيتور للالترا فلتريشن كنترول اوبشن، مونيتور عشان يظبط لي الالترا فلتريشن ريت اكوردنج للريت اللي انا عايزه. انا عشان اتحكم في الالترا فلتريشن وانا مستخدم دياليسيت، انا ممكن استخدم في الالترا فلتريشن دياليسيت او لا، والالترا فلتريشن لما بيخرج منه الفلويد ده انا ممكن اتحكم في ضغطه هو كمان، فبالتالي انا لازم احط مونيتور اتحكم فيها في الريت بتاع الفلتريشن ده. بيقول لك انه لو حصل بلاد ليكج في الاوت فلو دياليسيت، يعني انا اصلا المفروض مدخل الدم ومدخل الدياليسيت بيحصل تبادل عن طريق ايه؟ المولكيولز اللي انا مش عايزها والميه. طب افرض حصل بلاد ليكج، يعني ايه بلاد ليكج؟ يعني ار بي سيز خرجت، فلقيت فجاه ان الدياليسيت اللي طالع لي ده لونه احمر، او طالع فيه ار بي سيز او اي كومبوننت من الدم انا مش عايزه اخرجه، فكده حصل ليكج الدم بدل ما يبقى فيه، او السيمي بيرميا بالممبرين اللي في النص ده حصل منه ليكج، يبقى ساعتها في ديتكتور يقول لي انه حصل ليكج وممكن ساعتها يوقف هو من نفسه السيشن كلها. طيب الدياليزر بقى اللي في النص، الدياليزر ده اللي هو الفلتر اللي في النص ده عباره عن بريدج كوبري بيوصل ما بين البلاد سيركت وما بين الدياليسيت سيركت، وهو عباره عن سيمي بيرميوم الممبرين. السيمي بيرميوم الممبرين ده دخل في ترايلز كتير قوي في التصنيع على مدار تاريخ الرينال ريبليسمنت ثيرابي. اول حاجه ان هم بداوا يصنعوه في البدايه من حاجه اسمها كومباتبل ماتيريال، يعني ماتيريال عاديه،
لا تشبه الاندوثيليوم بتاع الجسم، لقوا ان معدل تكوين الجلطات فيه عالي، فابتدوا يقلدوا الاندوثيليوم بتاع الجسم وسموها بايو كومباتيبل سينثيتك ماتيريال اللي هي اسمها بولي سلفونيت عشان تشبه الاندوثيليوم بتاع الجسم، فبالتالي هتقلل الكومبلمنت كاسكيت اكتيفيشن. يعني ايه كومبلمنت كاسكيت اكتيفيشن؟ هو اصلا الجلطه في الجسم كانت بتتكون ازاي وهي ماشيه جوه الاندوثيليوم؟ لما بيحصل رافلنج على الوول يتكون مثلا اي حاجه توقف الدم او يتكون بليتلت بلاج او وات ايفر، ايه السبب اللي هيخلي الاندوثيليوم يحصل فيه درجه من الخشونه او اللايننج بتاعه يحصل فيه دي لايننج، يعني يكون في حته كده فجاه وكانها مطب، بتبدا في جسم ينشط الكومبلمنت كاسكيد عشان ياكتف لي تكوين الجلطه. برضو في الفلتر، في الخرطوم بتاع الفلتر اللي بره ده ممكن يحصل كومبلمنت اكتيفيشن، فانا كل ما هقلد الاندوثيليوم بتاع الجسم كل ما هقلل الكومبلمنت كاسكيد ده، فبالتالي ما كونش الجلطات. طيب لقوا انه ممكن نستخدم ماده اسمها سيليلوز. السيليلوز ده عنده حاجه اسمها هيدروفيلك افكت. يعني ايه هيدروفيلك افكت؟ يعني في مواد ممكن تلزق فيه، فبالتالي السيليلوز ده ممكن الماده، يعني انا ممشي الدم مثلا، تخيلوا ان الدم مثلا ماشي كده على الشمال وفي في النص الفلتر والدايلسيت على اليمين، وانا في حاجه عايزه انقلها للدايلسيت بس مش عارف، طب ايه رايك ان انا لما استخدم الفلتر ده الماده دي تلزق في الفلتر، فالدم بعد ما اخلص السيشن اشيل الفلتر الاقي الفلتر من الوش اللي من ناحيه الدم لازق فيه مواد، فالمواد دي ما خرجتليش في الدايلسيت بس لازقه في الفلتر، انا ممكن استخدمها. دي سيليلوز، وبيقول لك ان هي كمان مفيده في حالات الاميليدوزس ديسيز. الاميليدوزس ده بيبقى فيه اميلويد بروتين، والبروتين ده مش سهل ان انا انقله للدايلسيت بس سهل انه يلزق على السيليلوز، وبالتالي السيليلوز فلتر ده ممكن يفيدني في الحاله دي. ماشي. تعالوا نبص كده هنا، دي صوره بتوضح لي اللي احنا قلناه. عندنا في النص الدايلايزر ده او الفلتر، او الفلتر اللي في النص اللي هو البريدج ما بين الحاجتين. الخراطيم اللي لونها احمر دي اللي هو او عامه هو هنا اصلا جايب لي السيركت بتاعه البلوت. الخرطوم اللي لونه احمر ده اللي واخد الاوتبوت من جسمي وماشي ماشي قابلنا حاجه اسمها ارتيريال بريشر مونيتور عشان يقيس لي البريشر بتاع الدم اللي طالع من هنا عشان اتاكد ان ما فيهوش مشكله، وبعدين دخل على البلاد بامب عشان تضخ لي الدم بريت معينه وبكونتينيوتي معينه، بعدين نطلع فوق هنلاقي انه في هيبرين بامب. الهيبرين بامب بتدخل الهيبرين للجسم عشان نقلل تكوين الجلطات، وممكن كمان احط هنا سلايد، وفي كمان دايلايزر انفلو بريشر مونيتور. الدايلايزر بقى المونيتور ده بيقيس لي الدايلايزر، يعني لو الرسمه ليها بقيه فهلاقي انه في هنا الدايلايزر اللي هيدخل لي هنا من الدايلسيت اللي هيدخل من الدايلايزر فلتر عشان يخرج منه، وبعد كده نلاقي هنا الدايلسيت اهو، وبعدين يخرج منه هلاقي حاجه هنا اسمها الفينوس بريشر مونيتور. ده كده احنا في البوست بامب الفينوس بريشر مونيتور عشان لو البريشر هنا عالي يبقى معنى كده ان في جلطه في الدم اللي راجع للجسم، والاقي هنا حاجه اسمها اير تراب اند اير ديتكتور، يديتكت الاير ويحوشها في التشامبر، اهي التشامبر اهي، وبعدين يرجع للدم دي. تمام. طيب في ان بي كده تعالوا نعرفه. في حاجه في تصنيع الممبرين احنا قدرنا نطورها كمان. احنا عندنا المولكيولز او البروتينز في جسمنا، يا لو مولكيولار ويت بروتين يا هاي مولكيولار ويت بروتين، يا اما في بروتينات اكتشفناها اسمها ميدل مولكيولار ويت بروتين. اللو مولكيولار ويت مولكيولز او بروتين دي اللي انا مش عايزها اصلا فبتخلص منها، زي اليوريا والكريات والحاجات دي خلاص انا اتخلصت منها لانه البولز بتاعتها مناسبه ليها. الهاي مولكيولار ويت بروتين اللي هو الالبومين ده مش عايزه اتخلص منه لانه حاجه مفيده جدا في جسمي فبالتالي مش هتخرج. طيب في حاجات كده مقسمه ما بين البنين، يعني ممكن تعدي وممكن لا، ممكن تفضل في جسمه ممكن لا، انا مش عارفه اتحكم فيه. طيب المواد دي زي ايه؟ زي حاجه اسمها بيتا 2 مايكروجلوبين. ايه مشكله البيتا 2 مايكروجلوبين؟ انها ممكن تعمل لي اعراض في الجسم تشبه اليوريميك مانيفستيشن وتعمل لي مشاكل كتير في الجسم. طيب البيتا 2 مايكروجلوبين دي انا عايزه اتخلص منها، فبتخلص منها ازاي؟ عملنا موديفيكيشن معينه على الممبرين اللي بستخدمه في الدايليزيت ده او الدايلايزر وسميناه كارنت هاي فلكس ممبرين، بستخدم فيه مواد معينه وطرق معينه تساعدني ان انا اتخلص من البيتا 2 مايكروجلوبولين دي، فبالتالي تديني بيست موداليتي ان انا اتخلص منهم في الالترا فلتريشن. يبقى نعرف بس من الحته دي انه في حاجه اسمها بيتا 2 مايكروجلوبولين، وان دي اللي هي مودريت مولكيولار ويت، وان احنا في الممبرينز العاديه مش بنعرف نتخلص منها، بس لو استخدمنا حاجه اسمها كارنت هاي فلكس ممبرين نقدر نتخلص منها ونخلص الجسم من المشكله بتاعتها. دي صوره تانية برضو بتوضح لي نفس اللي قلناه هناك، مع فارق ان هنا في الدايلسيت سيركيليشن والانبوبه دي بتوريني اللي هو الامداد بتاع الفلويد نفسه اللي داخل الدايلايزر،
وشايل معاه الدايلسيت. فالدايلسيت بيبقى داخل وخارج عكس اتجاه الدم واحنا قلناها مره. ندخل للجزء اللي بعده، delivery system in dialysis circuit. الدليفري سيستم اللي بيوفر للدايلايزر ان انا ادخله الدايلسيت. الميه اللي داخله دي داخله عن طريق الدليفري سيستم اللي جايب الميه. الدليفري سيستم ده ممكن يكون سنترال او انديفيدوال. يعني ايه سنترال؟ يعني مثلا المستشفى فيها 5 وحدات غسيل كده، فانا عندي سنترال يونت هي اللي بتنقي لي الميه وتوزعها لي على 5 اجهزه، او انديفيدوال لكل جهاز جنبه الدليفري سيستم بتاعه. طيب السنترال ده عباره عن سنجل اباريتس كومباينز وذ بيوريفايد ووتر بي بيوريفايد السوليوشن لايتش ماشين. ايه الادفانتج بتاعته؟ طبعا مور ايكونوميك اما استخدم جهاز واحد كبير احسن ما استخدم 5 اجهزه صغيره. ايه الديس ادفانتج بتاعته؟ ان الغلطه بفوره، يعني لو حصل فيه ايرور هيعمل لي مشكله على الاول بيشنتس اللي هيستخدموا ال5 اجهزه. كمان مش هيخليني اتحكم في الدايلسيت اللي داخل ده كويس، يعني انا ممكن اعمل individualization، البيشنت ده غير البيشنت ده غير البيشنت ده، الحاله دي غير دي غير دي، انا هنا ممكن ازود تركيز حاجه معينه وهنا ممكن اقلل تركيز حاجه معينه وهكذا. فلو انا نفس الدايلسيت داخل على 5 يونت فانا مش قادر اتحكم فيهم لل5 بيشنت، فبالتالي هيقيدني شويه. ولكن مستون هو موفر وده اللي بنستخدمه في المستشفيات. طب الانديفيدوال، ان كل ماشين ليها its own dialysate concentration and purified water ماشين. ازاي؟ عن طريق انه قبل بيفور ديليفري، قبل ما بدخل الماده بقى او ادخل الدايلسيت ده للجسم، لازم اعمل فيها شويه موداليتيز. انا خلاص نقيت الميه وظبطت الكونسنتريشن بتاعتها، ممكن اظبط التمبريتشر بتاعتها واظبط البريشر بتاعتها واعمل ديجازنج، يعني بعمل فيها تظبيطات ليها علاقه بالكيس اللي هتغسل دلوقتي. ممكن البيشنت اللي بعته اغير الموداليتيز او الموديفيكيشنز دي اكوردنج لكل حاجه. طيب الادفانتج والديس ادفانتج بتاعتها عكس السنتر، يعني الديس ادفانتج ان هي هتكون مور ايكونوميك، انما الادفانتج ان هي وان ايرور نوت ريسك اول بيشنت، وان هي بتالاو انديفيدواليزيشن اوف دايليسيت. تمام، تذكر بس وانت بتعمل وانت متظبط الدايليسيت ده من حاجه مهمه قوي، اوزمولاليتي. الاوزمولاليتي دي خد بالك منها، علشان انا ممكن استخدم الدايليسيس او الفلتريشن ان انا اصلح بيها الكترولايت ديستربنس في حاجه معينه، ده انا ممكن اجيبها. فانا لو استخدمت هايبر اوزمولر زياده عن اللزوم يعمل لي هايبر ناترينيا والكترولايت ديستربنس ويدخلني في مشكله، ولو استخدمت هايبر اوزمولر زياده عن اللزوم ممكن ده يدخلني في حالات هيموليسيس، لان الميه تدخل الار بي سي تفرقعها، وهايبر ناترينيا وهايبر كاليميا. فناخد بالنا قوي قوي واحنا بنظبط الاوزمولاريتي بتاعه الدايلايزر والدايلسيت اللي داخل ده، لانها هتاثر على الجسم كله. ماشي، انا حطيتها في سلايد لوحدها عشان هي حاجه مهمه. ايه التكنيك اللي بستخدمه علشان اغسل بيه او اعمل بيه جلسه غسيل الكلى؟ دي حاجات كده طريقه بنشرح بيها ازاي الموضوع ده بيحصل، وطبعا احنا لو شفنا فيديو هيكون حاجه اسهل. لو شفنا فيديو هنلاقي اول حاجه انه بعد تعقيم الايدين وكل الحاجات الحلوه دي، بلاقي انه في الايد دايما حاجه اسمها اي في شنط. هجيب لكم صوره ليها قريب. الاي في شنط دي يعني ايه؟ لو ان انا لما بغسل الكلى بحتاج ان انا ادخل بتو لاينز، دم اللي خارج ودم اللي داخل، فمحتاج ان انا ادخل في فين وفين او ارتري وفين. بس في مشكله انه الفينز بتكون الول بتاعتها ثين وضعيف، ممكن ترابشر وممكن تتقفل وممكن تبوظ مني ومش سهل ان انا الاقيها كل مره. طب انا ممكن ادخل في الارتري، بس احنا قلنا ان الارتري ده لو حصل فيه مشكله ممكن يدخلي في اسكيميا ويعمل لمب امبيوتيشن، ودي مش حاجه كويسه. طيب ايه الحل؟ لقوا الحل ان انا اعمل شنط ما بين الارتري والفين، بحيث انه الدم اللي داخل للفين ضغطه يزيد، فبالتالي يبدا الفين يعمل ثيكنس للول بتاعه، فيبقى الول بتاع الفين تخين، فبالتالي انا حولت الفين وكانه ارتري. بس الميزه هنا ان لما استخدم الفين، لو الفين باظ ساعتها مش مشكله، انه الفينز يعني الليمب دايما بيكون مغذيه ارتري كبير وكذا فين صغير، فالفينز دي لما بتحصل فيها مشكله الجسم ممكن يتغلب على الموضوع ده. انما المشكله انه لو في الارتري حصل اسكيميا الليمب هيموت. تمام، فانا عشان كده اخترعنا حاجه اسمها اي في شنط، عملت شنط والشنط دي بتاخد نقطه لحد ما الفين يكون تخين وواضح قدامي. طيب انا هدخل النيدل انسرشن بجوج. الجوج دي يعني ايه؟ يعني القطر بتاع الابره اللي هي زي القطر بتاع الكانيولا بالظبط. كل ما القطر ده او الجوج ده كل ما الرقم بتاعه زاد كل ما القطر كان قليل، كل ما الرقم بتاعه قل كل ما القطر كان زياده. بمعنى ان انا الكانيولات اللي بستخدمها في الاستقبال ممكن تكون 28 و26 و22، انما انا هنا بستخدم 15، بستخدمها تخينه جدا لدرجه ان فتحتها انا ممكن اشوف ابره تخينه، كانها عارفين تخن ابره المنجد كده، حاجه تخينه يعني عشان تدخل، هي شايله دم، فانا مش عايزه الدم يتكسر وعايزه ادخله بريد سريع، مش عايزه اعمل مقاومه في النص، فبستخدم الابره بتاعتي تكون 15 جوج علشان تكون تخينه ومناسبه. تاني حاجه البلاط بدخله
بريت من 300 ل 500 مللي في الدقيقة، unless إنه يكون في أي مشكلة في البيشنت دي. في حاجة أنا نسيت أقولها لكم مهمة ليها علاقة بالموضوع ده، معلش نرجع نقولها تاني. احنا قلنا في الموداليتيز بتاعه الامرجنسي قلنا ان احنا بنستخدم حاجه اسمها كرونيك رينال ريبليسمنت ثيرابي، وقلنا ان الكرونيك رينال ريبليسمنت ثيرابي ده دي انا بستخدم فيها ثلاث حاجات، يا اما كرونيك فينو وفينس كونتينوس فينو فينس هيموداياليسيس او هيمودايفلتريشن، او كرونيك فينو ارتيريال هيموداياليسيس. ماشي، كان مكتوب جنبها كلمه كده، مكتوب جنبها بامب 10 مليمتر او مليلتر بير مينت. يعني ايه بقى الكلام ده؟ انا قلت ان انا بدخل الدم بريت من 300 ل 500 ملي في المينت. طيب في ناس بيكون عندهم مشكله انه عندهم هايبوتنشن سيفير قوي، انا لو سحبت الدم بريت من 300 ل 500 يعمل له مشكله، يدخله في هايبوتنشن وممكن يموت فيه. فانا بالتالي البيشنت ده بستخدم معاه ميكانيزمز معينه اللي هي الكرونيك رينال ريبليسمنت ثيرابي، بتغلب على موضوع الضغط ده بطريقتين، بقلل كميه الدم اللي خارجه عشان افلترها، بخليها بريت 10 مللي بير مينت، يعني بستخدمها بريت قليل بس عشان البيشنت ما يتخشش مني في هايبوتنشن، وبستخدم معاه كمان الفلويد ريبليسمنت عشان انقذ الهايبوتنشن من عند البيشنت ده. فبالتالي انا في النورمال بدخل الدم بريت من 300 ل 500، بس في بيشنت اللي بستخدم معاه كرونيك رينال ريبليسمنت ثيرابي ممكن استخدم معاها الريت 10 مللي بير مينت. ماشي، عشان بس لما نشوف الرقم ده نبقى فاهمين. نرجع تاني بقى للتكنيك، انا بدخل الدم بالبمب بتاعتي من 300 ل 500 مللي بير مينت، وبدخل الدايليسيت في كاونتر كارنت عكس اتجاه الدم من 500 ل 300 مللي بير مينت. رابع حاجه بعمل حاجه اسمها نيجاتيف هيدروستاتيك بريشر على الدايليسيت، لما اقلل ضغط الدايليسيت يزيد ضغط الدم عنه فيبدا يحصل فلتريشن. انا مش سهل اتحكم في ضغط الدم، ولكن سهل اتحكم في ضغط الفلويد اللي انا مدخله من بره، فده هيديني اديكوات الترا فلتريشن. طيب التارجت بتاعي عشان احققه بان انا اتحكم في ضغط الدايليسيت ده ايه التارجت بتاعي؟ احنا كنا قايلين قبل كده ان انا عشان اتحكم في الضغط لازم اعمل موديفيكيشن او بالانس ما بين اربع حاجات، لازم يكون ايه اوفلينيا، ولازم اتحكم في السوليوتس، ولازم اتحكم في الضغط، ولازم اللي هو البلاد بريشر، ولازم يكون مديلي اقل هيموديناميكال انستابيليتي وسيمتومز لحد ما اوصل لتارجت معين اسمها يوريا ريدكشن ريشيو. يعني ايه يوريا ريدكشن ريشيو؟ اتس فراكشن اوف بلاد يوريا نيتروجين ريديوسد بير هيموداياليسيس ستيشن. يعني ايه كميه الدم اللي انا خلصت اليوريا منها؟ مثلا الدم وليكن فيه 100 جزء يوريا، فانا اتخلصت من 65 ل 70 جزء منه، هي دي معنى كلمه اليوريا ريدكشن ريشيو. فانا الريت بتاعي ان انا بظبط الضغط او الهيدروستاتيك بريشر الموجود على الدايليسيت ده، بظبطه بحيث ان انا اوصل في الاخر ان اليوريا تخرج مع الميه بنسبه من 65 ل 70%. لكل 100 مولكيول يوريا جوه الجسم لازم اخرج مع الميه في السولفنت دريك من 65 ل 70 مولكيول. خامس حاجه كنترول في اتش انديفيدوال، خلاص دي حاجات بقى اتحكم فيها لكل انديفيدوال، البيشنت عنده هايبركاليميا هايبرفوسفاتيميا اسيدوزس وات ايفر، فانا ببدا اتحكم بقى في تركيز الدايليسيت وابدا اعمل موديفيكيشن على المكنه اكوردنج لحاله البيشنت ده. ان بيس كده بسيطة. أول حاجة بنقول إن البريتونيال دياليسيس قلناها قبل كده دي سوتابل لليونج ايج، بس الهيموداياليسيس أنسب للأولد ايج، لأنه اليونج ايج بيكون البريتونيوم بتاعه مساحته صغيرة، والبريتونيال كافيتي أو الأبدومينال كافيتي صغيرة، الدنيا عند البيشنت اللي سنه صغير بيكون سموث شوية والكميات عنده قليلة، فسهل إن أتحكم فيها. غير الشخص اللي سنه كبير الموضوع عنده صعب، الانفكشنز عنده ممكن تزيد وهكذا، فالهيموداياليسيز عنده بتديني نتائج احسن وانسب لسنه. تاني حاجه بيقول لك انه الايديال ان انا اعمل الريجيم بتاع الهيموداياليسيز ان انا اعملها 6 مرات في الاسبوع، دي بتحسن الهايبرتنشن، ولو في هايبرفوسفاتيميا ولو في اي مشكله في القلب بتحسنها وتحسن الفيزيكال هيلث كومبيرد لثلاث مرات في الاسبوع. بس هل احنا بنعمل 6 مرات في الاسبوع؟ لا. ليه؟ علشان احنا ما عندناش الامكانيات الكافيه، لما كان في المستشفى كافي ولا المعدات كافيه ولا عندنا الايكونومكس بتاعتنا تكفي ان احنا نغسل لكل بيشنت واحد 6 مرات، فبنغسله بس 3 مرات، ولكن نبقى عارفين ان البيشنت كل ما غسل اكتر لحد 6 مرات ده بيديني نتائج احسن. تالت حاجه زياده الانتر دايليتيك انترفال اسوشيتد ويز انكريز مورتاليتي اند هوسبيتاليزيشن، دي نفس فكره اللي قبلها، هو انا لو غسلت عدد مرات قليله في الاسبوع بزود الانتر دايليتيك انترفال المسافه ما بين الجلسه والثانيه، ولما المسافه دي بتزيد يبدا المواد اللي انا عايز اخلص منها في جسمك تتجمع، ودي تزود لي المورتاليتي، البيشنت ده ممكن يموت مني، والموربيديتي ممكن يتحجز كمان في المستشفى. رابع حاجه انه البريجننسز اللي بيند ستيج رينال فيلير ممكن لما بيعملوا جلسات غسيل كلى بتبقى لونج وفريكوينت، بعملها كذا مره وتكون المده بتاعتها طويله. امتى اقول انه البيشنت ده
محتاج اديشنال سيشن. البيشنت ده انا قلت له تمشي على 3 جلسات في الاسبوع، امتى اعدلها لاربع جلسات حتى لو انا الامكانيات عندي قليله؟ في حالات معينه. اول حاجه سيجنيفيكانت ويت جين، البيشنت ده وزنه بيزيد ما بيقلش، ايه دلاله ان وزنه بيزيد؟ عنده بريفرال ايديما، فانا محتاجه ازود له عدد الجلسات عشان اخلصه من الميه اللي عنده دي. تاني حاجه بورلي كنترولد هايبرتنشن، الضغط بتاعه عالي قوي او قليل قوي، فانا محتاج يعني هيموداينامكال انستابل اهو، فانا محتاجه ازود عدد الجلسات علشان اظبط له الضغط بتاعه. بور ميتابوليك كنترول، مش عارف اتحكم في الميتابوليك بتاعه، عنده ميتابوليك اسيدوزس مش راضيه تروح، عنده ميتابوليك الكالوزس مش راضيه تروح، عنده هايبر كالامي، عنده هايبر كالسيمي، هايبر فوسفاتيمي، كل الميتابوليتس بتاعته دي لو الحاجات مش عارفه اتحكم فيها ممكن ازود له جلسه كمان. رابع حاجه difficulty achieve dry weight، يعني ايه dry weight؟ dry weight دي حاجه بتتحسب بمعادله معينه علشان اطلع منها بان البيشنت ده لو داخل الجلسه وزنه مثلا وليكن داخل الجلسه وزنه 100، يطلع من الجلسه وزنه اقل، اكيد ما انا خلصته من الميه الزياده اللي عنده مكونه في جسمه. ايه اقل وزن البيشنت يطلع بيه من غير ما يطلع بهايبوتنشن؟ هي دي بالظبط تعريف الدراي ويت، ذا لوست توليريتد بوست داياليسيس ويت، اقل وزن بعد الغسله توليريتد البيشنت يقدر يتوليريت معاها. اتشيفد اقدر احققها عن طريق فيا جرادوال تشينج في البوست داياليسيس ويت، عن طريق ان انا اغير البوست داياليسيس ويت at which there are minimal signs and symptoms of hypovolemia and hypervolemia. يعني اقدر اقولها ان هي ال lowest tolerated post dialysis weight achieved without hypotension او without hemodynamical instability او without hypovolemia or hypervolemia. فاهمين الفكرة؟ فانا لو صعب قوي ان انا اوصل للوزن اللي انا حاسبه للبيشنت ده يبقى معنى كده انه في مشكلة انا مش عارف اوصل لها بعد الجلسات قليلة، فزود كمان جلسة عشان اقدر اوصل لاقل وزن مع اقل symptom و signs. طيب ندخل اللي بعدها في حاجه مهمه قوي بيعملوها في بلاد بره، حاجه اسمها هيلث ريليتد لو كواليتي اوف لايف، دي حسبه مهمه قوي في الناس في الديفلوبد كونتريز. الحسبه دي بيحسبوا فيها البيشنت ده اللي عنده مرض مثلا عنده كرون كيدني ديزيز، الكواليتي اوف لايف بتاعته يعني ايه؟ يعني انه يقدر يمارس حياته الطبيعيه ويشتغل وينتج ويعيش نفسه كويس. طيب هو البيشنت ده لو انا عملت له جلسات غسيل كلفت بيها الدولة مبلغ معين، ولو ما عملتوش جلسات الغسيل دي هو قلل الانتاجية بتاعته كلفت الدولة مبلغ معين، فلقوا في الاخر انه ان انا اعمل له غسيل وحسن الكواليتي اوف لايف بتاعته دي الامباكت بتاعها على الكونتري وعلى البيشنت نفسه بتكون احسن من انه البيشنت ده اقول ان هو مريض مات وخلاص. ماشي، ففي حاجة اسمها عمل وحاجة اسمها هيلث ريليتد لو كواليتي اوف لايف، فلقوا ان الدياليسيس بيشنت have reduced health related quality of life associated with increased morbidity and mortality. يعني الناس اللي بيغسلوا كلى او محتاجين غسيل كلى لما يقل عندهم الهيلث ريليتد كواليتي اوف لايف ده بيأثر على الموربيديتي والمورتاليتي بتاعهم ويزوده. طيب هي الهيلث ريليتد يعني الحاجات المتعلقه باللو كواليتي اوف لايف ممكن تكون حاجتين، يا اما حاجه فيزيكال يا اما حاجه منتال. حاجه فيزيكال يعني بتأثر على الاكتيفيتي بتاعه البيشنت ده تخليه ليميتد او امبيرد موبيليتي، مش عارف يتحرك، مش عارف يعيش حياته بشكل طبيعي كفيزيكال، زي انه يكون عنده sleeping disorder obstructive sleep apnea، يكون عنده fatigue restless leg. obstructive sleep apnea بسبب انه عنده volume overload، fatigue لان هو عنده مواد معينه بتعمله fatigue في الجسم، او عنده heart failure restless leg syndrome نفس الفكره، او انها تاثر على المينتاليتي بتاعته فيبقى عنده على طول depression، عنده anxiety، دي هتاثر على الانتاجيه بتاعته. ماشي، فالهيلث ريليتد لو كواليتي اوف لايف دي نوعين، يا فيزيكال يا منتال. فلقوا انه البيشنتس اللي عندهم اللي بيعملوا دياليسيس لو عندهم لو او عندهم الهيلث ريليتد كواليتي اوف لايف دي لو قليله دي هتاثر على الموربيديتي والمورتاليتي بتاعتهم وتزودهم، فبالتالي انا ممكن اعمل لهم انتنسيف هيمو دياليسيس، يعني اعمل لهم غسيل كلى انتنسيف بشكل مستمر او لساعات اكتر بحيث ان انا احسن عندهم الهيلث ريليتد كواليتي اوف لايف دي. ندخل بقى لسؤال مهم جدا يعتبر اهم سؤال النهارده، وهي ايه الكومبليكيشنز بتاعه الهيمو دياليسيس او الرينا ريبليسمنت ثيرابي. هم 5 حاجات وهنشرحها. اول حاجه انتراديالتيك هايبوتنشن، ودي اسمها مايوكارديال ستانينج. تاني حاجه ماسل كرامبس. تالت حاجه ديس ايكوليبريم سندروم وهنعرفها دلوقتي، كاردييك بروبلمز تاثر على قلبه، والدياليسيت ريليتد حاجات ليها علاقه بالدياليسيس الدياليسيت سوليوشن سواء كان انافيلاكسيس هيموليسيس اير امبوليزم واذرز. نعرف اول حاجه، اول حاجه وهي الانترا دياليتيك هايبوتنشن، يعني ايه؟ يعني جوه الجلسه نفسها الضغط يقل، انه سيستوليك بلاد بريشر يقل عن 90 مليمتر ميركوري. البيشنت ده هيجي لك بايه او اثناء الجلسه هيشتكي من ايه؟ فجاه هيحس بديزنس دوار، لايت هيدنس راسه خفيفه، نوزيا،
ساتل سيمتوم، يبقى عنده اعراض كده ممكن تكون انت مش عارف مش واضحه بالنسبه لك قوي، بس قيس له ضغط تلاقي ضغط قليل، السيستوليك بتاعه اقل من 90. ايه المانجمنت بتاعي؟ في ساعتها اقعد البيشنت ده في ترينبرج بوزيشن، راسه تحت ورجله لفوق، اديله في ساعتها 100 ملي بولس اوف نورمال سلاين عن طريق البلاد لاين اللي انا مركبه اصلا، اقلل الفلتريشن ريت بتاعي لو انا معليه قوي اقلله عشان خاطر اقلل كميه الميه اللي خارجه من جسمه، واوبزرف البيشنت لحد ما الفايتلز بتاعته تكون ستيبل. ده الانترا دايليتيك هايبوتنشن، لو حصل جوه الجلسه ضغطه قل نعمل معاه ايه. دي اشهر حاجه بتحصل انترا دايليتيك، اكتر واشهر حاجه بتحصل. تاني حاجه الماسل كرام، يبدا البيشنت ده يشتكي ان عضلاته بتوجعه اثناء الجلسه، البص جينيسيس بتاعها مش معروف، بس في حاجات هي اللي ممكن تبريسبوز انه يحصل ماسل كرامبس. اول حاجه هايبوتنشن، انه الضغط يكون قليل، لو ضغط قليل هيقلل البلاد برفيوجن اللي رايح للمصل، وبالتالي المصل يحصل فيها لاكتيك اسيد اكيوميليشن، وبالتالي يبدا يحصل فيها فاتيج وكرامبس. تاني حاجه هاي الترا فلتريشن ريت، ان انا لما بعمل الترا فلتريشن ريت عادي بتخلص من الفلويد بصوره اسرع، فالميه تخرج وخارجه معاها صوديوم وبوتاسيوم، فلما الصوديوم يقل ياثر لي على المصل والبوتاسيوم. تالت حاجه هايبوفوليميا، برضو الهايبوفوليميا لو كميه الدم قليله في الجسم فبالتالي كميه الدم اللي هتوصل للمصل هتبقى قليله. لو صوديوم دايليسيس سوليوشن، لو الدايليسيت اللي انا بستخدمه ده لو صوديوم يعني تركيز الصوديوم فيه قليل، يعني تركيز الصوديوم فيه اقل من تركيز الصوديوم في الدم، فالصوديوم يتنقل من الدم للدايليسيت، فالصوديوم يقل في الجسم ياثر لي على المصل. ذيس فاكتور تريجر فازو كونستريكشن اند مصل هايبوبرفيوجن، يعني الفاكتورز دي هتعملي فازو كونستريكشن يا تعملي هايبوبرفيوجن، الحالتين هيقللوا الدم اللي رايح للمصل، وبالتالي يعمل امبيرمنت للمصل ريلاكسيشن، فتلاقيها كونتراكت وزاوت ريلاكسيشن وتعملي الكرانكس. طيب الحاله دي اقدر اتحكم فيها ازاي؟ والله حسب السبب، لو السبب بتاعي هايبوتنشن خلاص علق له صلاين، لو السبب بتاعي مش معروف خلاص اعمل له فرصه ستريتشنج، ابدا اعمل له ستريتشات للمصل دي لحد ما المصل تريليف والجلسه تخلص. لو الفلتريشن ريت بتاعي عالي قوي اقلله، لو هايبوفوليميا اديله سلاين. فاهمين الفكره؟ يعني بعالج السبب كده كونزرفاتيف لحد ما الجلسه تخلص، هي يعني مش حاجه مميته يعني. ثالث حاجه دايليسيس ديس اكوليبريم سيندروم، يعني ايه دايليسيس ديس اكوليبريم سيندروم؟ ديس اكوليبريم يعني عدم اتزان، يعني حاجه لها علاقه بالمخ. بيقول لك انه جلسه الغسيل احنا بنخرج اليوريا، واليوريا دي حاجه مهمه انا محتاج ان انا اتخلص منها، بس اليوريا دي في الجسم بتاعي ما تخلص منها مره واحده ايه اللي هيحصل فيها؟ هيقل التركيز بتاعها جوه البلود فيسل، فهي اصلا ميلي اكسترا سيلولر، فبالتالي المخزون بتاعها جوه الخلايا باي ديفولت كده هيبدا يخرج لبره عشان يعوض تركيز اليوريا اللي انا قللته مره واحده. طيب لما يقل اليوريا جوه الخلايا ايه اللي يحصل ساعتها؟ تخرج اليوريا ويقوم يدخل الميه بالاوزمولاريتي، فالميه تدخل الخلايا تنفخها. مين الخلايا اللي لو الميه دخلت فيها تعمل لي حاجه ايمرجنسي؟ ايوه هي البرين، الميه في البرين تبدا تعمل برين ايديما، والبرين ايديما ده يبدا يدخلني في الاعراض، فيبدا البيشنت عنده نيورولوجيكال ديتيريوريشن، عنده اعراض نيورولوجي، عنده ريستلسنس فجاه كده بقى ايريتابل، منتال كونفيوجن، توه معايا، هيدك، صداع، اسوشيتد ماسل تويتشنج، ممكن الاقي العضلات بتاعته ابتدت تحصل فيها تويتشز لانه البيراميدال تراكت بتاعه حصل افكشن، ممكن البيشنت يدخل مني في كوما. ده ممكن كمان بيشنت اندرجوينج فاست دياليسيس ممكن يبقى عندهم سيشرز وسيريبرال ايديما، يعني البيشنت يدخل مني في تشنجات على الجلسه لو هو الجلسه بتاعته انا عاملها فاست دياليسيس. ماشي، دي مور كومن قوي في البيشنت ديورنج اور سون افتر ذا فيرست تريتمنت، هم مش متعودين في جسمهم ان هم يتخلصوا من كميه اليوريا دي مره واحده، فلما تخلص منها مره واحده الجسم ما يعرفش يتوليريت معاها، فيبدا عندي ديس اكوليبريم سيندروم. طيب وانس انها حصلت ايه اللي انا هعمله بقى؟ اول حاجه ان الجول بتاع اليوريا كونسنتريشن ريدكشن ريت بتاعي اللي انا كنت عايز اوصل فيه من 65 ل 70% لو انتوا فاكرين، هقلله واخليه 40% في اول ساعتين، بحيث ان انا اقلل اليوريا في الجسم بس بريت اقل من الريت العادي. تاني حاجه هدخل للجسم حاجات تسحب لي الميه من البرين، هتخلي الدم بتاعي هايبرتونيك فتسحب لي الميه من البرين زي الصوديوم، او احط فيه مواد زي المانيتول او هاي جلوكوز او جليسرول، ساعتها لما ادخلها جوه الدايليسيت او ادخلها جوه الدم ساعتها تسحب الميه من المخ فنقلل البرين ايديما. ثالث حاجه سيتنج دايليسيت صوديوم كونسنتريشن هاير، اخلي الصوديوم اللي جوه الدايليسيت عالي علشان يتنقل من الدايليسيت للدم، وكاني علقت محلول صوديوم او محلول ملح، فاهمين الفكره؟ فزود الصوديوم جوه الدم فيسحب الميه من المخ.
ورابع حاجه هي مش مكتوبه كفاكتور لوحده، بس هي موجوده اخر كام سطر كده في الكومبليكيشن عندكم، فانا عملتها نقطه لوحدها عشان ما ننساهاش، بس ما نقولهاش يعني سيبناها الاخر هننساها، وهي حاجه مهمه. كاردييك بروبلمز، ايه الكاردييك بروبلمز اللي البيشنت بيغسل كده؟ ممكن يحصل له كاردييك ارست، وقال لك ان الكاردييك ارست ده بيحصل في الهيمو دايليسيس مرتين قد البيشنت اللي بيعمل البريتونيال دايليسيس، ماشي؟ فبالتالي الريسك بتاع انها تحصل مع الهيمو دايليسيس اكتر، وانه ممكن البيشنت يبقى عنده صادم كاردييك ديث يموت في اول شهرين من الدايليسيس. طيب ايه الاريزمس اللي ممكن تحصل بسبب الدايليسيس؟ حاجه اسمها فينتريكولار فايبريليشن، دي تحصل في 66% من الحالات، او انه البيشنت يدخل في بالسلس الكتريك اكتيفيتي او اسستول. دول الثلاث انواع الدايليسيس اللي بيحصلوا في عيان بيغسل، ماشي؟ بس نعرفهم جوست انيوريتي. خامس حاجه ودي حاجه مهمه، الدايلايزر رياكشنز، الجسم يبدا يدي رياكشنز للدايلايزر للفلتر، في منه تايب اي او تايب 1، وفي منه نون سبيسيفيك تايب 2 او تايب بي. تايب 1 ده انافيلاكسس، بيحصل في اول من 5 ل 20 دقيقه، يعني اول ما احط البيشنت كده ولسه بوصل الخراطيم، واول ما تبدا الجلسه في خلال 5 دقائق تظهر. ده بسبب هايبر سنسيتيفيتي لماده اسمها ايثيلين اوكسايد اللي بستخدمها عشان اعمل ستيرلايزيشن للدايلايزر، دي ماده بستخدمها عشان اعقم بيها الدايلايزر، فاول ما الدم يعدي منها وتوصل للدم بتاع البيشنت تبدا يحصل منها هايبر سنسيتيفيتي شديده قوي، ماشي؟ بس دلوقتي احنا بنتغلب على المشكله دي باننا بنستخدم الستيم في التعقيم، الستيم بعقم بالبخار بدل ما اعقم بكيميكالز، ماشي؟ طيب ايه الاعراض اللي هتظهر على البيشنت ده كانافيلاكسس؟ كاي انافيلاكسس في الدنيا يبدا يظهر ايه؟ يبدا البيشنت ده يبقى عنده ديزنيا، دي كحه جامد قوي، ما يبقاش قادر ياخد نفسه بسبب اللي هو البرونكيال ايديما او برونكيال فوز كونستريكشن، ويبدا انكريز البادي او لوكال تمبريتشر، حرارته تزيد او الحراره في مكان الفيستولا او الايفيشنت تزيد، يبدا يحس بامبيدنج دوم، يعني ايه؟ يحس انه كانه هيموت، قرب يموت يعني، اللي هو الاحساس بان الموت جاي يعني، وايتشنج يهرش، ارتكاريا، عينه تنفخ، ابدومينال كرامب، بطنه توجعه، ودايريا. كل الاعراض دي ممكن تظهر في خلال 5 ل 20 دقيقه، ولو ما لحقتهاش العيان يموت. العيان ده بلحقه بالتريتمنت بتاعي مينلي ابنفرين، ابنفرين ادرينالين. ممكن استخدم انتي هيستامينيك وستيرويد مش هتعمل لي حاجه، هو مينلي هنا ان انا استخدم الابنفرين. وبروبر رينسينج اوف دايلايزر قبل ما اغسل، قبل جلسه الغسيل، يعني لو انا هستخدم الايثيلين اوكسايد عشان اعقم بيها الجهاز فلازم اغسله بالميه كويس جدا بحيث ان الايثيلين اوكسايد ما يبقاش موجود، فبالتالي اتجنب ان يحصل انافيلاكسس تايب تايب بي او تايب 2 او نون سبيسيفيك. ده بيحصل بسبب كومبلمنت اكتيفيشن من الممبرين اللي انا حاطه ده، وبالتالي المانجمنت بتاعتي ان انا بجرب ممبرين تاني بحيث ان لما يمر عليه الدم ما يعمليش كومبلمنت اكتيفيشن فما يدخلنيش في مشكله، وده بيحصل خلال من 20 ل 40 دقيقه، ومش حاجه خطيره جدا يعني، اقدر الحقها لانها بتحصل، تاخد وقت على ما تحصل يعني. في حاجات اذرز تانية كده هنقولها جوست انيوميريت ونقول علاجها ازاي. البيشنت ده ممكن يبقى عنده اللي بيغسل يبقى عنده نوزيا وفوميتنج في 10% من الحالات، ساعتها هستخدم الميتوكلوبراميد اللي هو الموتيليوم من 5 ل 10 مللي جرام قبل الجلسه. البيشنت ده ممكن يبقى عنده صداع في 70% من الحالات، استخدم له باراسيتامول. ممكن يبقى عنده اتشنج، غير الممبرين لانه ده ممكن يكون تايب بي انافيلاكسس. ممكن يبقى عنده فاسكولار اكسس ديسفانكشن، يعني مكان الشنط، مكان ما بدخل الابره بتاعه الغسيل اللي هما الاثنين اللي هي هجيب لكم صورتها دلوقتي، ممكن يحصل في المكان ده ان الشنط يحصل فيها ستينوزس، تقفل، يتكون فيها جلطه، ثرومبس، كل ده هيقلل البلد اللي داخل المكنه، فبالتالي ده بيقول لك ان البلد فلو هيقل بسبب انه بيتكون حاجه اسمها كاثيتر ريليتد فايبرو ابيثيليال شيف في الجسم، بيكون على بما انه انا الاي في شنط دي مش حاجه طبيعيه في الجسم، انا عملت شنط مش طبيعيه ما بين الارتري والبين، فالجسم بيبدا يبني عليها انسجه من الجسم بتبقى ابيثيليام شيز، دي بتضغط عليها وتقفلها وتقلل البلوت فلو. الحل ان انا اول حاجه لو في جلطه استخدم يوروكاينيز عشان ادوب الجلطه دي، وتاني حاجه انه اعمل حاجه اسمها اندوفاسكولار كاثيتر ستريبلنج، يعني يا اما افتح واقشر الشيز ده من حوالين الكاثيتر، او ان انا اغير الكاثيتر كلها اللي انا مركبها جواها اللي هي واصله ما بين الارتري والبين. طيب هايبركاليميا ده الموست كومن كلينيكال سيجنيفيكانت كومبليكيشن بتحصل، ماشي؟ يعني دي اكتر حاجه ممكن تحصل بعد الجلسات، واكتر حاجه في الالكترولايت ديستربنس ممكن تحصل بتخوف، انما الموست كومن انترا دايليتيك كومبليكيشن اكتر حاجه بتحصل جوه الجلسه نفسها هي الهايبوتنشن اللي قلناها اول واحده. ايه البريكونشنز اللي بستخدمها علشان اتجنب بيها ان تحصل مشاكل في الفاسكولار اكسس في مكان دخول الابره بتاعت اللي هي، بصوا كده في الصوره دي، هي دي الكلكوعه اللي هنا، دي الاي في شنط، ده الشنط اللي انا مركبه،
واللي باين تخين ده، ده الفين بعد ما بقى تخين بسبب ان الارتري الدم اتضخ منه للفين وزود الضغط جواه. فانا بركب ابرتين او كانيولتين او تو كاثترز يعني، واحده منها يخرج منها الدم وواحده منها يدخل منها الدم. ففي المكان ده ايه البريكوشنز اللي عاملها بحيث انه المكان ده ما يتسدش وما يتكونش جلطات عشان ما تعمليش مشكله؟ بريكوشنز كده بستخدمها قبل الجلسه. طبعا التعقيم ده حاجه مهمه جدا عشان ما يحصلش انفكشن في المكان. اول حاجه افويد اني تروما ان يوز ذا ارم. الارم اللي انا عامل فيه الاي في شنط دي اعلم البيشنت كده اقول له احنا عملنا هنا ان احنا عملنا وصله ما بين الارتري والفين، وان الوصله دي هتستمر معانا مده معينه من الزمن، بس لازم ناخد بالنا انه الايد دي لازم احافظ عليها، ما البسش فيها تايت كلوزز، ما البسش عليها حاجه ضيقه، ما اشيلش بيها حاجات تقيله. لو هتقيس ضغط ما تقيسش في الدراع ده، ما تنامش على دراعك ده، ما تعملش عليها اي مثلا لو هنسحب عينات او هنعمل اي حاجه من المكان ده ما تسحبش من الايد دي، ما تركبش كانيولا لحاجه عاديه في الايد دي، الايد دي مش هنستخدمها خالص غير لجلسات الغسيل لحد ما نخلص جلسات الغسيل ونشوف هنعالجها ازاي. تاني حاجه روتيت ذا سايت اوف نيدل انسرشن اون ذا اكسس. مش كل مره هدخل الحقنه من نفس المكان، مش كل مره هدخل النيدل من نفس المكان عشان ما يحصلش في المكان ده مشكله، فلو المره دي دخلتها من هنا المره الجايه ادخلها من الجزء اللي جنبها وهكذا. تالت حاجه يوز جنتل بريشر تو ارست بليدنج افتر نيدل ريموفر. بعد ما بتشيل النيدل حط جنتل بريشر كده، حط قطنه وخلي البيشنت يتك عليها بس جنتل مش جامد يعني، واسك البيشنت انه يكلم الهيلث كير بروفايدر اللي هو حضرتك يعني الدكتور او الممرضه لو حصل عنده البليدنج كان برولونجد او بروفيوزد وقعد اكتر من 30 دقيقه. انا بعد ما شلت النيدل حطيت له قطنه قلت له امسكها كده لمده 5 دقائق وقول لي لو حصل بليدنج شديد قوي خلال 30 دقيقه عشان المكان ما يحصلش فيه يعني الحق البليدنج جامد ده قبل ما المكان يبوظ. خامس حاجه مونيتور فينس اند ارتيريال بريشر تو ديتكت لاين سيباريشن. وده موجود اصلا في الجهاز، اصلا في البلاد سيركت انا بقيس الضغط بتاع الدم اللي طالع من الارتري وداخل في الفين. سادس حاجه يوزنج ويتنس ديتكتور فور بلاد اند دايليسيت ليك. لازم استخدم برضو ديتكتور عشان اشوف لو البلاد ده طالع في الدايليسيت، دي ساعتها تعمل لي مشكله، ده اصلا بستخدمه في الدايليسيت سيركت. سابع حاجه Close the connector device for tubing junction. بصوا كده في الصورة دي الأزرق ده الكليبس الزرقاء دي مهمة علشان أوقف بيها الدم ما يبقاش مستمر إنه يليك يخرج قبل ما أوصل الخراطيم أو بعد ما أوقف الجهاز. فأنا محتاج إن أنا أستخدم الكليبس دي أو الويتنس أو اللي هي Close the connector device للtubing junction دي علشان اوقف بيها، وكمان لما اوصل تيوب بتيوب تانية لازم ان انا استخدم فيها برضو حاجات كلوزد عليها بحيث ان الدم ما يخرجش يعني ما يحصلش ليك الجمل. تامن حاجة periodic local site examination for any signs of infection او redness او worm او pain. لازم قبل ما اعمل الجلسة بفحص المكان ده لو في inflammation في redness في worms في pain لازم اعرف قبل ما اعمل الجلسة قبل ما ادخل النيدل بتاعتي. تسع حاجة in case of loss normal pervy. احنا عارفين انه الارتري بيبقى ماشي الدم فيه بسرعه كبيره والفين بيبقى ماشي الدم فيه بسرعه قليله، لما بعمل وصله ما بين الارتري والفين الدم بيدخل للفين في صوره دوامات دم، فالدوامات دي تديني صوت شبه الميرمر اسمه بيروي، صوت نغبشه كده عليها سواء بسمعها بالسماعه في السايت بتاع الاكسس ده، فلازم ان انا كل مره قبل ما بركب النيدل احط سماعه واسمع البيروي ده موجود ولا لا. لو مش موجود او مكان الاكسس فيه كلوتنج يبقى ساعتها لازم استبعد الاول انه في برين في ليمبسكيميا وبعدين ابدا اتعامل معاها. يبقى البروي ده لازم استبعد اول حاجه اشوف البلسيشن بتاع الارتري، البلسيشن بتاع الارتري كويس الحمد لله اطمن، ويبقى ساعتها مثلا ممكن تكون الشنطه هي اللي اتسدت. هنقف لحد كده المره دي والمره الجايه ان شاء الله نكمل المحاضره.